السلام عليكم يا باشمهندسين. باشمهندسين الأعزاء، السلام عليكم. أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. أهلا بيكم، أهلا بيكم باشمهندس أبو بكر، باشمهندس أيمن، باشمهندس محمد، أهلا بيكم جميعا. الله يخليك باشمهندس، باشمهندس محمد، الله يعزك يا رب. الله لسه راجع اليوم، يعني لسه راجع اليوم، يمكن وصلت على المغرب تقريبا، يا دوبك ها بقول يا هادي. الله يخليك يا رب، تسلموا تسلموا، الله يسلمك، الله يبارك لك، تسلموا، الله يخليك، الله يخليك وتسلموا يا رب. امين، نحن وانتم ربنا وربنا وفقنا جميعا يا رب. الله يسلمك يا باشمهندس محمد. طبعا في باشمهندسه امنيه تقريبا بعتت لي سؤال هنا على الواتس على الجروب ان في عندها مشكله. باشمهندسه امنيه تمام، عندها مشكله في جزئيه السويب، اوكي، زي ما انتم شايفين كده تمام. فانا طلبت منها انها تتكرم وتبعت لنا الفايل بتاعها للرد على السؤال وتوضيح المشكله فين. طبعا دلوقتي مثلا انا عندي الجزئيه بتاعت السويب هنا اهي، الجزء ده كده لو انا بصيت في الموديفاينج بتاعي تمام، فالسويب هنا لو انا لاحظت كويس قوي ان انا هنا في السويب هو اخد تمام البلت ان او السكشن بتاعه من البلت ان اللي هي الزاويه الانجل دي تمام. معايا باشمهندسه امنيه ومعايا جميعا، انا عايز الكل يركز معايا في النقطه دي تمام. هو دلوقتي هنا اخد الايه الزاويه من هنا، هي ما ادتليش سيكشن، المفروض ان اقول له هنا يوز كاستم سيكشن اوكي من هنا، وابتدي ادي السيكشن اللي انا عايزه اوكي تمام يا هندسه. فانت اللي هو كان واخد الزاويه هو من عنده هنا، واخد الزاويه بتاعته من من الموديفاير نفسه اوكي. فطبعا ده بالنسبه لنا غلط، انت عامله تقريبا السيكشن ده صح ماشي، اعتقد ان هو ده السيكشن اللي انت عاملاه هندسه، والسيكشن ده طبعا اوفر قوي. يعني انا لو قفلت كده السويب هلاقي المسافات دي اللي احنا عاملينها معايا يا باشمهندسين اوكي. ده الجزء الكورنيش بتاعتنا، او سوري البانوهات اللي احنا عاملينها، طبعا مش ممكن يكون ان الكورنيشه دي تمشي على البانو ده تمام، اوفر قوي. فاحنا بنحاول دايما نحاكي الواقع يا جماعه، لازم اصل الماكس، الماكس هو برنامج اظهار تمام، الماكس هو برنامج اظهار، ان انا بحاول اوري او انا اشوف اوري العميل ان الحاجه تبقى شكلها كده، فلازم تبقى قريبه قوي من الواقع على قدر الامكان. فالسكشن احنا كنا بنعمله في الكاد، لو انتوا فاكرين احنا كنا عاملين سكشن في الكاد، كنا رسمينها. لو انا فتحت برنامج الاوتوكاد كده هنا وبص على السكشن عندنا اعتقد احنا كنا عاملينه تقريبا حوالي سنتي تقريبا تمام، في حوالي 3 سنتي، يعني الجزء بتاعه كان سنتي في 3، فيمشي معايا في المساحه الصغيره دي. انما ده انا وديته سكشن ده كله هيمشي على المسافات دي، طبعا هتدخل مع بعضه بشكل فظيع جدا تمام، لان واضح ان السكشن طبعا كبير قوي. فاحنا محتاجين نبص على السكشن، احنا كده عندنا لسه بفتح الكاد اوكي. فالسكشن ده طبعا اوفر قوي، فعشان اظبط السكشن ده فانا هاجي كده من التوب تقريبا. لسه الناس بتدخل، الناس متعوده دايما بتيجي متاخر ما اعرفش ليه، طبعا انا عارف كل واحد عنده التزاماته وربنا يوفق الجميع يا رب تمام. لو انا جيت مثلا بصيت يا هندسه هنا فتح الكاد ولا ايه، كنا واخدين سكشن من هنا اعتقد في البانوهات، ايوه فين السكشن اهو. بص يا هندسه السكشن كان قد ايه، ادي السكشن بتاعنا اللي احنا كنا واخدينه على البانو ده، فتلاقي السكشن ده تمام. طبعا ما تقلقوش موضوع التكسير ده، بس عشان ايه السكشن صغير بس، عفوا عربي خلاص. فلو انا بصيت للسكشن بتاعي ده كده يا هندسه، فهتلاقي بص كله قد ايه، حاجات صغيره جدا اهو، طبعا يعني باين من حجمه جدا، حتى كم يعني حتى مش مكمل سنتي، يعني حاجه صغيره قوي حوالي ايه سنتي الا ربع يعني اوكي تمام. والحجم بتاعه كله هتلاقيه حاجه صغيره جدا، اللي هو جزئيه البانو بتاعي. فانت طبعا عامله السكشن كبير قوي، فمش هيمشي على المسار ده، هنا كله كمان يعني كله حوالي كده 4 سنتي ونص يعني اوكي تمام. تمكيني باشمهندس امنيه، فلازم عفوا لو مسحت ال فلازم يبقى عندي السكشن يا دوب يقدر يمشي على الحجم اللي انا عامله من البانوهات. فعشان كده رسمته في الكاد وخدت السكشن عندي في الكاد عشان تبقى الدنيا عندي مظبوطه. دي تاني نقطه عفوا. يبقى اول نقطه زي ما انا قلت ان السويب كان واخد الانجل من عنده، زاويه من عنده، والزاويه طبعا واخدها كبيره جدا. لو احنا بصينا كده يبقى 6 ونص، يعني 6 متر ونص، لو اليونت هنا عندي مظبوطه في 30 سنتي، يعني 6 متر ونص الحجم بتاع الزاويه، فطبعا كبير جدا. طب انا اعمل ايه؟ ممكن اجي من الطب كده واقوم جاي كده بالراحه كده عشان ما ايه ما اتعبش نفسي، اتاكد بس ان انا عندي الدنيا مظبوطه
اه هنا بصي بقى، هنا مشكله برضو عندك هندسه، هو ممكن من معاك سويب كمان، دي مشكله تانية خالص. المفروض الاثنين دول يكونوا كونكتد مع بعض. خلاص، فعندي الامر ويلد بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه زي ما انتم عارفين. هاخد النقاط دي كلها اقول له ويلد، النقاط دي كلها اقول له ويلد، والنقطتين دول اقول له كده ويلد، تمام، ودول كمان ويلد، اوكي، ودول، تمام، عشان اظبط الايه السكشن بتاعي ده. احنا بنحاول نظبط النقطه دي. الموضوع الثاني اللي ممكن اخد الابعاد دي اكس واي وزد، اشوف الاكس والواي كام. خلاص اعتقد ان عندي هنا ترحيل للفوق شويه، فممكن اخد الواي هنا، تمام، واخده كده كوبي واحط الواي هنا عشان يظبط معايا، تمام، يظبط معايا الجزئيه دي. طيب انا ظبطت الجزء ده كده عندي في السكشن ده، انا محتاج السكشن ده اشتغل بيه ومش محتاج ارسم تاني. هعمل ايه؟ ممكن بالسكيل كده بالراحه اظبط بقى كل السكشن ده كله كده بالحجم اللي انا ممكن اشوفه مناسب. بس هنا خدوا بالكم ان كل الكلام ده انا بحاول اصلح، انما ده مش عملي. العملي اللي احنا عملناه في الكاد ليه؟ عشان لما اطلع شوب دروينج للصنايعي اللي هيشتغل في البانوهات او الجبس يبقى عارف المقاس بتاعه كام، يبقى الفورمه بتاعته قد ايه، ويقيس على الحيطه، لان الرسمه دي بتترسم على الحيطه خلاص، هو يبتدي يشتغل عليها، يبتدي يشتغل عليها. لو انا جيت عملتها من ماكس من هنا، انا بعمل سكيل وخلاص بحاول اظبطها، لكن مش هتطلع بالشكل المظبوط، مش هقدر اطلع بيها لوحه مظبوطه. شوف انا بحاول اسطنها كده ان انا اقول الشكل يبقى يبقى ماشي الى حد ما. لسه برضه على سكيل كمان اهو، تمام، اقول لك مثلا اوكي كده ماشي معقول كده السكشن بتاعه، اوكي مظبوط، تمام. شوف بقى فرق ما بين ده وما بين التاني كان حجم قد ايه، حاجه مهوله جدا. خلاص، طيب لما نيجي بقى نطبق الامر بتاع السويب ده هنا، اخد السويب ده طبعا ممكن اخد من ده بس كده الاول كوبي، تمام، بحيث ان يبقى عندي اكتر من سويب، تمام. فممكن كده اقول له مثلا طلعه لي مثلا سي 3 4 حسب عدد بقى ايه الشغل بتاعنا يعني. واخد الجزء ده كله اهو ماشي، بقول له السويب بتاعي، انا عندي سويب اه، بس مش عايز الانجل بتاعتك المهوله اللي انت مديني ابعاد فظيعه. وهنا طبعا انا ملاحظ برضو ان الـ ان الـ الابعاد هنا اليونتس مش مظبوطه، اليونتس عندي هنا مش مظبوطه. يعني لو بصيت على اليونتس كده بتاع المشروع بتاع البشمهندسه، مش شغاله اليونتس يا هندسه، دي برضو مشكله تانية بشمهندسه امنيه، اليونتس هنا مش مظبوطه، مش شغاله عندك في الفايل. فدي عندي مشكله، لازم اليونتس عندي تشتغل عشان ابقى عارف انا شغال ازاي. خلاص اهو، يبقى كده الدنيا عندي مظبوطه. طيب خلصت الكلام ده كله، المفروض اقول بقى انا هاخد ايه كاستم سيكشن اهو، واروح اختار بقى السيكشن اللي انا عايز اعمله بقى، اقول له بيك هنا اهو كده، واقول انا عايز السيكشن ده. خلاص هيديني السيكشن بتاعه زي ما انتم شايفين كده. طيب السيكشن ده طبعا هي ابعاده مش مظبوط، لان ابعاد كلها الدنيا عندنا مش مظبوطه، بحاول ان انا اوسطنه بشكل من الاشكال عشان يديني السيستم بتاعي. بس طبعا هنا في مشكله طبعا في السكاشن والحاجات دي كلها، والابعاد اللي هي هنا شغال بيها الابعاد القديمه دي. طبعا الموضوع ده عشان هنا مش واخدين مقاس ثابت، هو ده اللي عامل معايا المشكله. يعني قلت له مثلا ده 2 مثلا ملي ولا حاجه، وبدات اظبط بقى الايه ده كده مثلا سي مثلا 5 ولا حاجه، ابتدي اظبط. طبعا الموضوع هيبقى متعب جدا، فالافضل يا باشمهندسه تظبطي زي ما احنا عملنا كده في الكاد، تظبطيه هنا ونشتغل عليه في الماكس، تمام. فهمتيني كده هندسه؟ اوكي معايا يا باشمهندسه، هندسه امنيه، اوكي. فيفضل انك لما تظبط السكاشن تظبطيها في الجزئيه بتاعتنا دي، لان هي كده السويب فيه عندي فيه مشكله. حتى ممكن اعمل كده ديليت خالص للسويب ده، تمام، ونحاول نحط سويب تاني نشوف بس ايه المشكله ما بين دول، الجزء ده فقط كده اللي عايزين نعمل له سويب. لان احنا برضه بنحاول نعدل له، بس هو واخد ابعاد طبعا اوفر قوي. خلاص نقول له كاستم كده، ناخد بيكنج اي حاجه من الحاجات الصغيره دي كده. خلاص برضه مدي حجم كبير قوي، مش عارف ليه ايه فكره الحجم الفظيع بتاعه ده. فده طبعا عشان اليونتس والابعاد عندنا بالظبط. يا ريت يا ريت تظبط السكاشن والحاجات دي كلها في الكاد، لان طبعا احنا كل ده اللي احنا بنعمله بنحاول ان احنا نظبط حاجه، لكن الحاجه دي اللي احنا بنظبطها عشان تطلع شكلها هنا مظبوط في اللوح التنفيذيه او الشوب دروينج بتاعك اللي هتطلعيه، هيطلع طبعا الابعاد دي كلها مش مظبوطه، فهتحتاج النقطه دي كويس قوي. طيب تعال بقى نبص على بقيه الشغل كده بسرعه في عجاله. تمام، هي البشمهندسة عملت البارتيشنز اهي جوه، اوكي. تمام، وحطت شباك ماشي، والسقف وكل حاجة تمام تمام تمام. طبعا لسه في بيبان، باب لسه ما اتحطش، باب البلكونة اوكي ماشي تمام يا هندسة تمام. معرفش ده ليه واخد اسود هنا كده، عامل فليكرز كده ليه هنا ماشي. نحاول نشوف كده لو في عليه ماتيريال ولا حاجة، يو في دبليو ماب ريموف، نقول له شيل لي كده لو في ماتيريال ولا حاجة هنا، ريموف ماتيريال، اوكي ماشي. اوكي يبقى كده ايه ماشي، بس ايه ممكن يكون طب ده ايه لو انا قفلته كده،
اه في هنا اوفرلاب اهو، شايفه كده هندسه، في اتنين فوق بعض معرفش ليه، يعني في اتنين اوفرلاب فوق بعض. تمام، ده نقفل ده كده، او ممكن ندلل ده خلاص وناخد القديم اللي هو التيرس ده كده، يبقى كده يبقى الفليكرز دي او الموضوع ده كله كان في اوفرلاب هنا في الرسم بتاعنا. تمام كده هندسه. ليك اي سؤال تاني؟ ليك اي سؤال تاني هندسه؟ باشمهندس امنيه، ليك اي استفسار عن اي حاجه تانيه؟ اوكي هندسه ماشي اوكي. طيب شكرا ليك يا هندسه. حد ليه اي سؤال تاني يا جماعه؟ حد ليه اي سؤال تاني؟ تمام اوكي ماشي، نبتدي بقى نشوف المشروع بتاعنا. ربنا يستر طبعا، لان انا كنت فاتحه على اللاب، واللاب عليه طبعا ماكس 2010. ربنا يستر ما يكونش في اي مشاكل في الموضوع بتاعنا ده. طيب ده كده انا كنت قاعد بتسلى النهارده كده وانا جاي في الطريق، فعملت بقى كاميرا كده داخليه عشان ابتدي اشوف وابتدي كده اتفرج على الشوت الداخلي بتاعي. كنت بتسلى كده شويه النهارده، يعني بتفرج كده مع بعض كده نشوف احنا ايه اللي احنا بنبوظ فيه بقى لنا شويه ده. يا ترى الدنيا بقى شكلها ايه من جوه؟ فحطيت كاميرا كده اي حاجه وخلاص، وببص على الديتيلز بتاعتي الدنيا ماشيه ازاي. اوكي فطبعا هنا بعمل ريندر 3 كده، معرفش ليه ريندر تقيل كده، يمكن عشان اه بدا يظهر اهو. اوكي فكده بدا يظهر عندي زي ما انتم شايفين كده الشوت بتاعي، الاضاءه الداخليه اللي احنا كنا حاطينها بتاعت الاباليك. اوكي الالومتال مش عارف طالع اسود ليه، في حاجه غلط تقريبا في الماتيريال، النجفه طالعه صغيره قوي. انا خدت الحاجات دي وبعمل تيست كده عشان اشوف من جوه الدنيا ماشيه ازاي. يعني انا شغال برضو بحب ابص كده من وقت للتاني، هل الدنيا ماشيه ولا في حاجه غلط ولا في حاجه مش مظبوطه. يعني هو انا ممكن احط الحاجه كلها وابتدي افرش واحط البلوكات بتاعتي، بس ممكن يكون في مشكله في بلوك واتصدم بيها في الاخر، فماشي مش انا خلاص انا شفت ازاي. تمام خلاص كده ستوب ماشي. ونكنسل خلاص، انا مش عايز اكمل بقى الريندر، بس ببص كده على الدنيا عندي ماشيه ايه. طيب حلو قوي، تعالى بقى نشوف بقيه الحاجات بتاعتنا اللي كنا شغالين فيها. طبعا الالومتال ما اعرفش، واضح ان في مشكله انا مش فاهمها. ماشي لو انا بصيت على المشكله دي كده، هو بيقول لي في ضلفه ناقصه، مش عارف ليه، يعني في المفروض ضلفه هنا ناقصه صح؟ البلوك ده فيه مشكله، في ضلفه هنا ناقصه ما اعرفش ليه، فواضح ان انا عندي هنا كده حتى برضو هنا في ضلفه كده، وهنا في الثري دي برضو. سيبك من الكاميرا بقى والكلام ده كله ماشي. لو انا جيت على البلوك ده كده ما اعرفش، هو البلوك شكله زعلان مننا ولا ايه مش عارف. خلاص فواضح ان هو البلوك ايه يعني في مشكله. طب مش مشكله، تعال نشوف البلوك تاني. لا ما هنا كده عندي فيري على الجهاز، ما فيش فيري هنا، في فيري يعني هنا انا شغال اندر فيري خلاص، الفيري انفايرمنت، فخلاص اوكي باشمهندس شحماء هو شغال معايا. طيب احنا على المهم عندي كل حاجه الحمد لله. طبعا انا هنا الحمد لله شغال على شاشه يمكن اكبر شويه من شاشه اللاب، شاشه اللاب بتبقى صغيره شويه فبتبقى متعبه بالنسبه لي. انا جيت كده الايه، ادي ادي مجموعه البلوكات بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين عليها، وادي البرنامج بتاعنا. تمام انا طبعا بحب ان انا ايه ممكن اجمع بلوكاتي كلها وارميها مره واحده. تمام بس انا بقى ايه بحاول ان اعلمكم او اشرح. ممكن باشمهندس ايمن يكون في البلوك ده يكون كورونا، بس هنشوفه دلوقتي كده بسرعه ونشوف البلوكات اللي عندنا. عم يخلص بقى كده خلاص. طب ايه طب ننزل كده شويه معلش، عشان بس الفيو اللي فوق ده تعبنا كده شويه. اعتقد هو ده اللي احنا كنا شغالين عليه صح؟ مش هو اللي كان البلوك ده؟ اعتقد هو البلوك ده. هو ضلفه واحده بتتفتح والتانيه مقفوله، يعني هو اصلا البلوك ضلفه بتتفتح والتانيه مقفوله. خلاص يعني انا ملاحظ اهو كده ان هنا مفيش ضلفه تانيه، هو ضلفه واحده بس، يعني بيفتح من ناحيه واحده والتانيه لا. فهو واضح ان البلوك كان فيه مشكله من الاول، ان هو احنا ما خدناش بالنا منها يعني. طيب يبقى نشوف شباك تاني كده سريعا. ايه الشباك التاني ده؟ هو ده نفس الموضوع برضو، ما اعرفش تحس ان هو برضه ضلفه والضلفه ده مش عارف ليه، يعني هو ليه واحده بتتفتح والتانيه زعلانين منها ما اعرفش ليه. ايه وجهه النظر يعني؟ دي ايه وجهه النظر؟ انا مش فاهمها بصراحه. تمام طب نشوف كده في موديل تاني، حكايه الموديلات الغريبه دي. بسم الله. ده ممكن شغال اتجاهين. تمام بس
يا باشمهندسين معايا اوكي، فانا لو حبيت احط داخلي كده مفيش عندي الازاز هيبقى فيه مشاكل، ابتدي العب في الازاز فده وجع دماغ. طيب نشوف حاجه تانية. هو انا عندي حل يعني، ممكن حل اتصرف نحلها ازاي، بس انا ببص معاكم مع بعض كده بسرعه ايه اللي انا ممكن اعمله. في ويندو هنا تاني. طيب انا ما عنديش ويندو هنا تاني، ابواب مرايه. طيب حلو قوي، يبقى انا كده تعالوا بقى نشوف حل بقى للايه، للبلوك يا فندي ده، بدل ما انا اتزنقت كده مع الراجل ده خلاص، فانا بقى اصبحت دلوقتي ايه يعني يا هو، والموضوع بقى بالنسبه لي خلاص يعني ايه تحصيل حاصل. طب اعمل ايه؟ عندي فكره لذيذه قوي. احنا ممكن طبعا البلوك ده احنا عاملينه جروب، فاكرين يعني البلوك ده احنا كنا عاملينه جروب على اعتقد، ماشي اهو تمام. فالبلوك ده عشان اريح نفسي انا هعمله كده ان جروب تمام، واخد الضلفه اللي مضايقاني دي ماشي، مشكله يعني، يعني هو يقرفني دي يعني، هاخد الجزء ده كده والجزء اللي جوه ده مفيش عندي مشكله، واخد ممكن الجزء ده كده اعمل له ايه، ها طبعا ممكن اوسطنه في النص مع ده، اليد مع الجزئيه دي كده. احاول طبعا هي محاوله ان انا ايه احل المعضله دي، ده جروب كده مع بعضه اوكي. والجروب ده هحاول ان انا اعمل له ايه ميرورد، طبعا هظبط البيفوت بتاعه تمام، واعمل له ميرور عندي اهو ماشي، واظبط عندي بقى انت هتعمل ميرور اكس ولا واي ولا زد، وهيبقى عندي هنا طبعا هيبقى كوبي انستنس اوكي، وهقول لك بقى عندك في الاكس او الواي اوكي كده تمام. طبعا هيبقى مش ظريفه شويه، بس انا بحاول ان انا اظبطها يعني، المسافه ما اعرفش قد ايه، بس انا هحاول اظبطها مانيوال اوكي تمام اهو كده. هيبقى في تداخل كبير، بس ممكن اسكره انا شويه يعني كده، ممكن يبقى ايه ماكسيموم كده بالظبط. اعتقد المسافه تقريبا هتبقى بنفس الايه تقريبا كده تمام ماشي. لو بصيت عليه كده من 3 دي ده كده حل يعني ايه، عارفين ان انا بحاول ايه اعالج المشكله يعني، عندي مشكله فانا محتاج ان انا اعالجها يعني خلاص. فعشان بس ما اوصش الدنيا وجعش دماغي كتير وما اعطلش الدنيا عندي كتير تمام. طيب ده شباك اهو، ادي ضلفه وادي ضلفه. طبعا هنا انا محتاج الضلفه دي من الفرونت كده اصغرها شويه طبعا، عشان الاثنين مش هيبقوا كبار قوي كده، فانا محتاج اعمل لها تصغير شويه في الحجم. ده كده اوكي وده كده اوكي ماشي تمام. ممكن نصغر دي سنه بسيطه بالعرض كده، ان انا ممكن اقول له صغر لي دي كده سنه ماشي اوكي، وانقلها له كده خلاص، يقفل على الحل اهو زي ما الراجل عامل مفصله. وده برضو نصغره كده شويه برضو ايه يعني، ده وده كده ما يبقاش الاثنين ايه بنفس الحجم. طبعا ده حل كده مؤقت احنا بنعمله لما يكون عندي مشكله، ما انا دايما بقول لك ان احنا عندنا حلول بفضل الله لاي مشكله نقدر نعالجها باذن الله بمنتهى البساطه. ودايما انا عايزك تتعود على كده، انت الموضوع ما الدنيا مش واقفه يعني، ومش كل حاجه انك تجري تجيب بلوك تمام. البلوكات هتنجز معانا شغل وكل حاجه، بس انا ممكن يقابلني مشكله احلها ازاي، لازم اتعلم احل مشكلتي ازاي واتصرف فيها ازاي يعني. تمام، فانا الموضوع بسيط جدا خلاص، عندي مشكله هنا بدات احلها بمنتهى البساطه. في عندي مفصلات هنا برضو، هنا مش باينه هناك، بس احاول اشوف المفصلات دي، لو المفصلات دي برضو نعمل لها ميرورد، نعمل برضو كده ان جروبد، اي ثينك ان هي معموله جروبد برضو ولا ايه، ولا هو الجزء كله الحلق كله ماشي، هو ده كده جزء كده ليه مفصلات وجزء لا يعني عاوز يقول لك ان الجزء ده ليه المفصلات وانما الثاني ده ملوش المفصلات بتاعته يعني. ماشي مش مشكله، مش هتفرق معانا كتير يعني، بس ايه مش شرط انها كده هي المفصلات ثابته في الحلق تمام. لو حبينا نعملها كده ان جروب دي مفيش، لان هي كلها بلوك واحد بس. انا حليت مشكله ان انا بقى عندي ضلفتين بدل ما هم ضلفه واحده، فهمنا كده يا جماعه انا بتكلم في ايه، واعمل له كده جروب تاني ويبقى هو ده الايه الويندو بتاعي خلاص اوكي. طيب تعالى كده نعمل اند ايزوليت كده ونشوف تاني الشوت بتاعنا اللي احنا كنا بنعمله عندنا هنا كده تاني، ونيجي نعمل ريندر تاني كده ونشوف، نتفرج كده على الريندر بتاعنا ماشي، متزعلش كده ريندر، نعمل له كده ريندر تاني ونقول له فرجنا بعد اذنك شوف الدنيا هتمشي ازاي. احنا بس بنشوف يا باشمهندس محمد الاول الموضوع هينفع ولا لا يعني، انا بعمل ريندر بس على ده الاول اشوف اذا المشكله اتحلت هبتدي اظبط بقى، اخد كابي للشباك التاني واعدله والبلكونه. فهمتني هندسه يعني، بعمل تيست كده زي ما بيقولوا يعني، بعمل تيست ريندر كده سريعا زي ما بيقولوا كده، ان انا ببص ها المشكله اتحلت ولا لسه في مشكله ثانيه يعني. اعتقد كده ان المشكله في الشباك اتحلت تمام، اعتقد يعني ان المشكله عندي كده تقريبا اتحلت عندي ماشي. فانا محتاج بقى ايه انقل بقى للشباك والبلكونه، الشباك بقى مظبوط تقريبا اهو يعني
من الشكل المبدئي كده الشكل اختلف طبعا عن الاول. طبعا انا ممكن اعمل حركه لذيذه قوي هتريحني من الكلام ده كله، معلش خليكم على لحظه واحده. تمام، ده حاجات بقى شغل الايه التست ريندر عندي. ماشي، ليه مش شغال في ري؟ ليه يا استاذي ليه؟ ماشي، طيب بسم الله. عايزين كنت عايز اعمل ايه؟ ماشي، خلينا في التست الصغير. اوكي، انا بس خد بالكم ده كلها اعدادات رندر يا جماعه، بحاول اظبط بس اشوف الدنيا هتبقى ماشيه معايا ازاي. اوكي، بظبط حاجه كده سريعا. ده التست رندر على طول، انا برندر بالتست رندر كده واشوف كده، اعمل رندر كده سريعا على الكاميرا في جزئيه الفي راي. هبص كده سريعا اشوف البلكونه ظبطت ولا ما ظبطتش. طبعا المشكله دي كلها عشان طبعا اشتغلت على 2020 وما كانش في هناك في راي، ونقلت هنا على 2017، فممكن يكون مشكله الماتيريال واللخبطه في الريندر والسرعه دي كلها بسبب التنقلات بين الاصدارات الاحدث والاقدم، يعني ممكن تكون هي اللي عامله عندي المشكله دي كلها. بس خدت وقت كبير قوي قوي ليه كده؟ حاجه غريبه جدا. بدأ يظهر اهو. طبعا إضاءة شديدة جدا، إضاءة أوفر قوي. طب ثانية واحدة معلش، نعمل ستوب هنا كده تاني. ثانية واحدة، معرفش ليه. طب نكبر الحجم كده شوية عشان بس يبقى شايفين. خلاص أوكي ماشي، تمام ماشي أوكي خلاص زي ما هو كده، بس مش هنعدي حاجات كتيرة. بس بنعمل بس فقط إيه تست ريندر، وبنكبر بس الفيو شويه عشان اقدر اشوف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته باشمهندس هنا، اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك يا هندسه. غريب موضوع التقل ده عندي، واضح ان انا عندي جهاز انا ما عنديش، ما بخنش باخد معايا التقل ده كده خالص، يعني بالوقت الرهيب ده تيست ريندر يعني. طيب على ما اعمل التيست ريندر كده هبص عندي على ال السي عندي خلاص، واضح ان هو بينتحر يعني، فواضح ان انا لازم افضي شويه حاجات عشان مساحه العمل بتاعته. واضح ان عندي السي بينتحر يعني، انا اتخضيت برضه قلت ايه في ايه، الجهاز ماله في ايه، مش طبيعته. تمام، بعد المحاضره ان شاء الله بظبط السي شويه، ابتدي اشيل منه او افضل سبيس. طيب كويس كده بدا يظهر عندي شويه انا عايز بس اوصل قطعه الشباك فقط لا غير، مش عايز اكتر، عايز ابص على الشباك الدنيا هتبقى عندي عامله ازاي. اعتقد طبعا يمكن مش عارف واضحه عندكم لا، بس ها اعتقد كده بدات، ها الشباك الى إيه حد ما معقول مش وحش من بعيد، والبلكونه على فكره برضو مش وحشه، باينه باب واحد بس. تمام، يعني البلكونه هي باينه، لو باشمهندس ابو بكر معايا في النقطه دي، لو انتم شايفين البلكونه باينه مش وحشه خلاص، باينه الضلفه بتاعتها يعني معقوله، ما فيهاش مشاكل اعتقد يعني، فاحنا ممكن نمشيها مؤقتا غير ان هيبقى كمان في ستاره، فاحنا ايه يعني هنمشيها مؤقتا، مش هنقف على البلوك ده يعني. اوكي كده يا باشمهندسين، مش هنقف على موضوع البلوك ده، معرفش الشات كل شويه ينزل لي كده عايزين نشتغل. ماشي اوكي طيب حلو قوي. يبقى ده اول جزئيه عندنا اللي احنا بنتكلم فيها، ده كده موضوع الشباك خلاص ايه بفضل الله حلينا المشكله بتاعته. طب النجف اللي احنا حاطينه ده، اعتقد النجف باين انها صغيره قوي، معرفش ليه حاسس انها صغيره قوي وانها ستوسطن كده شويه. اوكي انا بحاول برضو ايه من رندر بشوف الكلام ده، ممكن نكبر السكيل بتاعها شويه، ممكن نكبرها بنسبه، نخلي مثلا نسبه التكبير بتاعتها مثلا سي 25% نسبه التكبير بتاعتنا، ونعملها تكاده كبير على 25%. ها كده كويسه ولا اكبر تاني يا جماعه؟
باشمهندسين الاعزاء كده ايه تتبعوا كده معايا الايه الاحجام بتاعتها. ممكن طبعا انتوا عارفين الميجرد هنا بنبص عليها بيديني مقاس النجفه بتاعتي 60 في 70 في حوالي كده، اعتقد كده معقول الحجم بتاعها مش وحش. عايزين نكبره كده كمان شويه، نبص كده كمان لو اداني 25% كمان اعتقد كده فل قوي كده تمام التمام. خلاص ناخد بقى نشيل النجفه دي نرميها بره بقى خلاص، دي ندلتها ودي خلاص ندلتها، او ممكن نعمل كنترول زد كده نكبرهم زي ما كانوا. ماشي ناخد دي ونعمل لها برضو تكبير على 25% و25 كمان بس كده، ودي نفس الموضوع. ماشي النجفة بتاعتنا كلها اوكي، ونكبر حوالي 25% و25% حوالي، وكبرنا حوالي 50% من حجمها اوكي تمام. ماشي كده ظبطنا الاجزاء بتاعتنا تمام اوكي. النجفه هنا محتاجه بس توسطن شويه، طبعا ده كله انت بتظبطه بالنظر ان انت شايف المنتصف بتاع الاوضه فين خلاص. وهنا برضو نفس الموضوع، هنا اعتقد برضو ممكن يكون عايز ترجع لورا كده شويه، شويه تظبيطات بسيطه بقى دي بتاعتك انت، انت بتنظمها زي ما انت عايز. طيب اكبر من كده باشمهندس، باشمهندس محمد النجفه اكبر من كده قصدك يعني؟ طب ما انا هقول لك عشان في حاجه بقى انا لاحظتها لحظه واحده تمام. انا هقول لك على حاجه جميله جدا دلوقتي لاحظتها. ماشي اوكي طبعا ده هعمله برضو كله جروب عشان بس اريح نفسي. جروب انا بسميه نجفه تمام او لايت براحتك زي ما انت عايز. او الجروب ده كله لو انت لاحظت اصلا هو مرفوع جوه السقف، يعني بلاطه السقف هي لو انت خدت بالك هنا من الفرونت ادي البلاطه بتاعتنا، لو انت عملت لهم ايزوليت الاثنين كده بص النجف داخل جوه السقف شايفينه؟ يعني برضه ما تتخدعش من ايه من كده هو كده ماشي، هي داخله جوه السقف اهي شايفه؟ فلو نزلت من السقف يبقى الدنيا تبقى مظبوطه بالمقاس بتاعها مظبوط زي الفل مفيش فيه مشكله خالص. يبقى ناخد كل ده تمام اوكي، وهبتدي اظبط عليه الزد بتاعي كده بالراحة، اهو انزل بيه كده ايه واحدة واحدة. في لسه حد بيدخل دلوقتي امبيانت اوكي. احنا كنا عاملين السقف على 2 متر كام؟ 65 تقريبا ولا 2 متر 60 انا ممكن اعمل لهم اللاين على طول ورايح دماغي تمام. يعني في كده وفي كده موضوع الشاشه ده مضايقني كل شويه مش عارف عمال يفتح معانا كل شويه، ممكن اعمل له كده اللاين على طول على ده خلاص. فنقول لك اعمل لي بقى هات لي ليه تعالى كده يمين شويه ايوه خلوه بس انا عايزه في الزد فقط لا غير التعديل في الزد. خلي لي مثلا المينيموم بتاع دي على الماكسيموم بتاع دي اعتقد محتاجينها ما عدلش معايا حاجه. طب خليني هنا اعكس لي هنا شويه، خلي المينيمم هنا على الماكسيمم هنا اوكي كده ظبط معانا مظبوط، ونقول له ابلاي تمام. يبقى انا كده خلصنا الموضوع كله في الاي في الاونلاين مره واحده وخلصنا شكرا اوكي. يبقى كده يبقى بس برضه لسه حاسس انها نازله شويه مش عارف ليه بس حاسس انها نازلة عندي شوية. دي كام اساسا الزد بتاعه 2 متر 75، ده الاجمالي اللي فوق. لا هو كده المفروض مظبوط ماشي، وده الزد بتاعه اللي هو النجف. طبعا نجف تقيلة شوية عشان البلوك بتاعها، ممكن ارفعها حاجة بسيطة قوي يعني هيك عشان تبقى بس ايه ما تبقاش فيها في الحيطة. اعتقد كده مظبوط بالملي تمام، حاجة بسيطة طبعا البلوك تقل معانا بس لا في حاجة برضو ايه صغيرة لسه حتة صغيرة كمان. طبعا انت ممكن تعملها موف بايدك ممكن ترفعها ده ايه براحتك يعني بالزد. انا بحاول اظبطها كده لان الاونلاين برضو ما ظبطش معايا قوي، ممكن يكون البيفوت بتاع النجفة ما كانش مظبوط او البلوك بتاعها ما كانش مظبوط بس كده عشان ما يبقاش في نقرة جاية من ورا النجفة من فوق تبقى دي قافلة مسافة بالظبط معانا. كده خلاص خلصنا الجزئية دي اعتقد كده الدنيا بقت مظبوطة والنجف بقى وضعه افضل بكتير. لو بصينا عليها كده اعتقد كده حجمها مناسب ونازله فوق البانوهات في مكان كويس. اعتقد كده ممكن يكون الشكل العام او الوضع العام بتاع النجف اعتقد يبقى افضل، بس مش عارف النجف حاسس كله جري في حته واحده ما اعرفش ليه، ما اعرفش ايه اللي حركه ورا كده
تمام مش مشكلة، هنحركه كده بالراحة لحد موقعه زي ما احنا كنا عايزين او زي ما احنا كنا موزعينه قبل كده، هيرجع مكانه. تمام نظبطه كده بالراحة واحدة واحدة، اعتقد احنا كنا عاملينه تقريبا كده ماشي. طيب كده ايه الجزء بتاعنا، انا بصيت كده من 3 دي اعتقد ان نجفة برضه حجمها مش وحش، ان السقف معمول هدف، فكده اعتقد الدنيا هتبقى ايه اوضح وافضل بكتير. طيب كان فاضل عندنا ايه تاني يا باشمهندسين شغالين فيه؟ لو انتوا فاكرين كنا بنفرش بقى الايه البلوكات بتاعتنا. الاوت بارتيشن ده شكله كده مريح ولا نكبره شويه؟ يا باشمهندسين رايكم ايه؟ باشمهندس ابو بكر صاحب الفكره بتاعت البارتيشن، ها باشمهندس ابو بكر ارفع لحد السقف تمام ولا كده طوله كويس؟ باشمهندس ابو بكر، باشمهندس محمد ابو بكر، ها نعمل ايه بقى؟ نكبره لفوق نزوده لحد السقف كقطاع ولا لحد الكاميرا؟ هو مش عارف، حاسس ان هو بارتيشن بصراحه. وايه اللي تحت ده؟ دي الارضيه وده البارتيشن. طب دي الارضيه، المفروض الارضيه دي ايه اللي طلعها فوق كده؟ ماشي اوكي خلاص، يبقى البارتيشن. طيب ناخد البارتيشن مع ده، نظبط الاثنين مع بعض برضو. لو انا نازل في الارض كده ما اعرفش ليه، وده نقول له بعد اذن حضرتك اعمله لي الاين على الارضيه دي كده ماشي، في الواي، وخلي لي ايه المينيمم بتاع ده هو على الماكسيمم بتاع ده كده اوكي شكرا. يبقى كده البارتيشن اعتقد يعني بقى افضل من الاول. بيقول لي باشمهندس عماد بيقول لي برضو ممكن ارفعه فوق شويه ونخليه مفرغ عشان مفيش ما يضايقش المكان. بالظبط، هو فعلا الشكل بتاعه مضايق المكان، محتاج يكون حاجه كده، عاوز يبقى فيه فراغات صميم ومرايات عشان يوسع المكان. بالظبط، هو البارتيشن للاسف هو فكرته مصغره المكان قوي، مضايقه المكان جدا، فاحنا ممكن نحتاج لبارتيشن ستيل تمام يكون معدن مفرغ، هيبقى افضل من المصمت الخشب ده. يعني المصمت الخشب ده اعتقد ان هو هيبقى مش ظريف في الشغل بتاعه في المكان، مضيق المكان. وانا دوري في الديزاين ان يبقى المكان عندي واسع، لازم يبقى المكان عندي فيه وسع، ما يبقاش المكان مخنوق، مش انا اروح اصمم البتاع واخنق ليه المكان بتاعي، فطبعا ده بيبقى مش مستحب. اوكي تمام كده يا باشمهندسين. عندي برضو مشكله هنا مش فاهمها برضو، عايز اظبط ده مع ده. الارضيه ما اعرفش، حاسس ان في حاجه في الارض هنا غلط. تمام الارضيه مرفوعه عن حجمها الطبيعي. اوكي الارض دي قد ايه؟ تمام كنا عاملينها اكسترود قد ايه؟ لو انتوا فاكرين كانت معموله اكسترود قد ايه؟ 25 سنتي بس، هعملها بالماينس ايوه كده عشان تظبط معايا الدنيا. تمام لان حاسس انها متداخله قوي في كل حاجه، فاعتقد كده الدنيا تظبط والارض هيبان والبانوهات هتتظبط والدنيا هتبقى معانا افضل بكتير قوي. هنا برضو ده كده اخينا ده اللي طلع فوق ده هننزله زيرو البارتيشن ده، يبقى كده الدنيا عندنا في وسع شويه وارتفاع السقف بقى عندي مظبوط صحيح. اعتقد ان هو ستيل هيبقى افضل، فانا دلوقتي هشيل البارتيشن ده مؤقتا. هسيبه تمام، اقول له لا معلش البارتيشن ده هنا ايه نحاول نلغيه بقى معلش يا باشمهندس ابو بكر. تمام هنعمل ده اللي هو الايه البارتيشن، خلاص هقفله دلوقتي واسيبه خالص، لان حاسس ان هو قافل معايا المكان قوي لحد ما نشوف نجيب ستيل حاجه ستيل ونبتدي نشتغل عليه. طيب تعالى بقى بقيه البلوكات بتاعتنا يا باشمهندسين، ها وكنا فرشين عندنا مجموعه بلوكات، نبتدي نخرج بقى كده بره من الشوط بتاعنا ده كده اهو. كنا حتى حاطين بلوك زرع اهو فاكرين، احنا ما عملناهوش لسه، ممكن نجيبه من التوب كده افضل. دايما بحاول اظبط حاجتي من التوب تمام، زي الكاد بيبقى بالنسبه لك اسهل، لان انت ممكن تكون متعود على الكاد وشغله، فتقدر تظبط ليه البلوكات بتاعتك كده. ده بلوك زرع اهو ماشي، كنا حاطينه واحد جنب البلكونه كده تقريبا، كان باشمهندس محمد هو اللي عامله خلاص. وممكن بعد ما هو مستطيل كده ممكن نعمل له روتيت شويه ان هو يبقى روتيت مفتوح على زاويه، لا بالراحه كده ماشي، نظبطه مثلا كده يبقى ماشي ايه بارلل للحيطه تمام اوكي. ونشوف حجمه ممكن نصغره شويه، فنبص برده عليه في ال 3 دي اعتقد معقول يعني مش وحش، يعني اعتقد ان هو كده يعني مش محتاج مننا حاجه كتيره شويه. اوكي ممكن نرحله كده سنه خلاص، وبعدين نعمل له بقى اي شيفت، نسحب كده شيفت منه ناخد منه كوبي
تمام، ونبتدي نرحله كده برضو على الجزء بتاع البلكونه من هنا. مش ده توزيعاتك يا باشمهندس ابو بكر اللي انت كنت عاملها في الكاد باين تقريبا؟ انا فاكر كده انت كنت عامل توزيعات ايه؟ تمام، كنت بتعمل كام توزيعه كده في الفرش. احنا شغالين طبعا عشان شغل الباشمهندس ابو بكر، فاحنا ايه ماشيين على شغله، رحنا اخترنا الستايل بتاعه او التصميم بتاعه، فاحنا شغالين على الستايل او التصميم ده. هو طبعا كان ايه حاطط زرع فين؟ هو ايه ده كان زرع ده ولا ايه؟ ولا ده بفضل ما كانش حاطط زرع اصلا خالص يعني. ماشي، هنحط احنا زرع، هنحط هنا زرع في الجزء ده والجزء ده هنا كده. ماشي، يعني 1 2 3 4 كويس قوي. ماشي، احنا اللي حطينا زرع من عندنا، يبقى الزرع ده فكرتنا احنا. ماشي اوكي، نعمل كده شيفت، نزرع هنا برضو كده اوكي تمام، ونبتدي نحط الزرع بتاعنا هنا الجزء ده كده لوك اهو، بنظبطه هنا عند الجزء بتاع العمود ده كده. اعتقد ان ممكن هنا هنحتاج نصغره شويه عشان الاجزاء بتاعتنا، ونعمله برضو روتيت كده بالراحه عشان ما يبقاش فيه تداخل كبير، يبقى ماشي برضو مظبوط تمام اوكي. ممكن ناخد نفس الموضوع ده كده نحطه برضو فين، شيفت هنا كده ايه برضو جنب الايه الجزء اللي هنا عندنا ده كده تحت الابليك هنا كده اهو، بنفس الايه الفكره بتاعتي. طيب يبقى كده فاضل عندي عايز احط الفرش، يبقى بيت الفرش اللي عندي تمام كده. الزرع هو اوكي ماشي خلاص تمام كده. هنجي بقى هنا اقول لك هات لي ليه البرسبكتيف كده اوكي تمام، اعمل لك زوم اول ماشي حلو قوي. طب عندنا ايه بقى دلوقتي عايزين نعمله؟ ناخد السقف ده، السقف بتاعنا اعتقد احنا ممكن السقف ده نقفله مش محتاجينه دلوقتي، سيلينج اللي فوق ده مش عارف هو بيقول ايه ستيل يكون احلى تمام. ابدا ده زرع والله الخدديات دي زرع، ما اعرفش هي في الكاد طالعه يعني. بص هنا شكلها ما يقولش انها زرع خالص يعني، يعني في الكاد هنا بص ايه شكلها عامل ازاي، ما يقولش ان دي زرع، ما اعرفش يعني مش دل على اي حاجه خالص يا باشمهندس. ماشي، يبقى كان تصميمنا صح يعني، كنا شايفين الدنيا ماشي اوكي. السيلينج نقفله بتاع الماكس عشان نبتدي نشتغل عليه. طب لو ما بعت فوتوشوب ابعت لنا الصوره بتاعته نبص عليه. في حاجه عندي مش مفهوم طبعا، للاسف السي النهارده جهاز مليان قوي، محتاج ان انا افضي منه مساحات كبيره لانه طبعا تقيل على الماكس، فهو ده ممكن يكون عامل مشكله. طيب اوكي ماشي، هو مش عارف ليه معلق في حاجه. ايوه كده ماشي خلاص، يبقى ده كده خلاص السيلينج نقفلها اوكي ماشي. طيب البلوكات بتاعتنا يا باشمهندسين، الزرع كده كويس تمام، الدنيا كده تمام، فل زي الفل 100 100 تمام التمام. نعمل ايه بقى؟ تعال نروح بقى نجيب الايه بقيه البلوكات بتاعتنا يا باشمهندسين، زي ما اتعودنا كده نروح نجيب البلوكات بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها. طيب عندنا البلوكات بقى، احنا كنا محتاجين ايه في الاوضه او الفرش بتاعنا؟ تمام، احنا محتاجين سفره ومحتاجين ركنه صغيره برضو نفس التصميم اللي هو كان عامله باشمهندس ابو بكر. احنا ماشيين مع تصميم باشمهندس ابو بكر اهو، هنا ركنه في الجزء ده كده، مكتبه تلفزيون، وهنا سفره، وهنا برضو كده زي صالون صغير كده قاعده اللي هو كان عند الايه البارتيشن ده، واحنا شلنا البارتيشن ده، كان هم عامل البارتيشن ده عشان التلفزيون اوكي تمام. فهنا عندي مشكله في الجزئيه دي، هنحاول نشوف لها معالجه. طيب يبقى انا محتاج كده ثلاث غرف، ركنه وسفره وكده. تعال بقى ندور كده بسرعه على البلوكات اللي عندنا ايه، ايه الحاجات دي تشوف كده. اعتقد دي تنفع مع الجزء اللي هو عندي شباك صح يا باشمهندس ابو بكر؟ يعني اعتقد ان الجزء ده ينفع مع الجزء اللي عندي شباك تمام، يعني ده يمكن يمشي عند الجزء اللي هو عند الايه الشباك اللي كان عند البارتيشن. طيب بنشوف حاجه تاني، احنا بنتفرج على الموديلات كلها ونشوف اللي هيبقى ايه اللي هيمشي معانا ونتكلم. دي ترابيزه تقطوعه صغيره ستيل، اعتقد دي برده ممكن نستخدمها. ماشي، يعني مذهب وستيل اعتقد حاجه كويسه مش وحشه، ممكن نحطها برده تقطوعه جنبهم جنب الطقم اللي احنا شفناه من شويه. حلو، طب 26 ايه ده؟ لا ده ديكور حوائط، لا ايه 30 مش باين له اي حاجه. طيب 45 في ايه؟ ليه الصور كده؟ طبعا ده ايه، شوف دي ايه ترابيزه سفره، بس دي ترابيزه بس هي طبعا تنفع سفره مدوره شكلها شيك جدا وخشب مفرغ تمشي مع الستايل كويس، بس هي طبعا للاسف هي ترابيزه بس
ان هي ترابيزه فقط لا غير، ما فيش ليها كراسي. يعني هو بيقول لك هنا ممكن تمشي كده ككرسيين او تمشي سفره، لكن طبعا هو مش مدي كراسي. فطبعا للاسف هي ممتازه، لكن مش عارف، مش هشتغل معايا قوي او مش تمشي معايا قوي. ده لو حد يحط النيش، اعتقد باشمهندس محمد ابو بكر مش حاط نيش. I think احنا مش محتاجين نيش، وده يعني تحس ان هو يعني اوفر شويه. كاربت سجاد، لا خلينا من السجاد دلوقتي، ما نفرش الاول. ايه ده تاني؟ دي نجف الاضاءه، احنا خلاص خدنا نجف صح؟ خدنا اضاءه نجف خلاص، خدنا اضاءه. ما ونجف دي برضو حلوه على فكره، ماشيه ستايل بتاعها جميل جدا، تمشي برضو كده. وده بس احنا خدنا خلاص، اخترنا واحده. كلوك، في ساعه ممكن، حلوه دي على فكره، اتحطت في الحيطه في وسط بانوه، برضو شكلها جميل شيك وماشيه، برضو تمشي مع كلاسيك برضو، شغلها الساعه برضو دي كويسه، حلوه قوي. طيب ايه تاني؟ انا بتفرج كده معاكم بسرعه. ده ترابيزه بوفيه، لا يعني دي ده كلاسيك حد قوي يعني. طيب ايه كونسول؟ لا برضه ده كلاسيك صريح يعني. عايزين حاجه، احنا بنتكلم في حاجه لايت كلاسيك يا جماعه، احنا بناخد حاجه ايه؟ متوسطه. ده ممكن نبقى نحطهم على حاجه، ماشي خلاص، ده سيبك من ده. ماشي هندسه، هبص عليه حاضر، هبص عليه حاضر. دمار بالرخام، ماشي. طيب ايه تاني؟ ده برضه كلاسيك صريح. دي مجموعة مواد موديلات كده بقى ايه بشتغل منها، بيبقى فيها كلاسيكيات والكلام ده كله. الطقم ده على فكرة حلو برضو جدا، الطقم ده مناسب للقعدة اللي جنب الشباك، شيك جدا وماشي ماسك الاتنين مع بعض. اعتقد ده كويس. ركب يا استاذ بكر، اعتقد ده لونه حتى جميل جدا، لون الموف ده اعتقد عامل شغل كويس قوي، فيعني عجبني الطقم ده. ممكن اخد الطقم ده انزله هنا، ماشي. في حاجات شغال يعني، في حاجات وانت شغال كده بتقول لا انا عايز ده، هو ده الطقم اللي ينفع معايا في الحته الفلانيه، فده اللي بيخليني اقعد اتفرج. مش انا بتفرج بضيع وقت، انا بتفرج عشان الاقي الحاجه اللي انا عايزها. طبعا هو معمول كذا تصميم ليها، تصميم 2016 و2014، انا بالنسبه لي مش مشكله، انا عندي الاثنين موجودين. ممكن اخد الاوبجكت ده كله خلاص، ده بيبقى معمول كده زي بلوك اب ماتيريال بكل حاجه زي ما انتم شايفين كده. اوكي بتنزل معايا، بنزلها اهي، نزلت بالكراسي بتاعتي. طبعا نازله اوفر قوي قوي يعني، تمام، فموضوع محتاج مني تظبيط شويه. والكنبه نازله معاها كرسي واحد، طبعا الكرسي واحد تشتغل عليه زي ما انت عايز، ما عنديش مشكله. الكرسي ده ممكن اشتغل عليه زي ما انا عايز، بس طبعا هو اوفر قوي 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 يعني. خلاص فانا هاخد الجزء ده، ممكن ايه اخده كده من التوب وراح فين يعني. ما شاء الله تبارك الله، عارفين ايه، بصوا يعني ايه يعني الكنبه والبتاع ده ممكن يشيل مثلا منطقه حي سكني يعني، تمام، يشيل بلوك كده سكنيه. شوف مقاساته كده ما شاء الله تبارك الله، يعني بسم الله ما شاء الله 100 متر في 28. طبعا حاجات اوفر قوي، فاحنا ممكن نعمل نظبط السكيل بتاعنا بنسب مثلا، لا ده انا عايز اكتر 50%، السحبه الواحده ب 50% على طول يعني. اسحب بقى كده، اصغر بقى كل الكلام ده كده، استنى اسحب اسحب كده لحد ما ايه مصغر السكيل بتاعه ده، ماشي كده. وصل كام؟ 25 متر، برضو اوفر قوي قوي يعني، 25 متر بس، ده 12 متر اكس واي. بس طبعا انا ممكن اقف على كده لحد ما ابص، لان عندي هنا ده الكنبه بالكرسي، ها يعني الاثنين مع بعض، ده الكنبه بالكرسي الاثنين، الاكس بتاعهم 12 متر والواي 3.5. لا اعتقد محتاجين نصغر شويه، هل هنا بقى اخليه بقى كام مثلا، سي 10% عشان ما يصغرش مني قوي، واعمل السكيل بتاعي. ايوه الم كده على قد ايه ما اقدر، وبحاول بقدر الامكان وانا شغال بوسط على ايه، او بظبط على الحيطه بتاعتي او المكان بتاعي. طبعا الحاجات دي كلها تتفسر وليها مقاسات ستاندرد، انا بظبط كده ايه من عندي على المشروع. بس انا طب انا ممكن اشيل الجراد دي، ايوه كده عشان برضه كده سكيل شويه بهدوء كده والدنيا تمام تمام. اوكي جميل قوي كده، الكنبه ممكن تتحط هنا تمام. عايز الكرسي بقى ده لوحده، تعالى اعمل كرسي كده، انت جميل جدا حلو قوي كده زي الفل. بقى متسلكت بس بالراحه كده، اتاكد ان انا واخده هو كمان. هنا جبت الكنبه معاه، لا انا باخده هو لوحده كده خلاص، واعمل له جروب تمام. ده الكرسي لوحده، لازم الحاجات دي جروب يا جماعه عشان اعرف اتعامل معاها، لان ممكن الكنبه والحاجات دي كلها لو حصل فيها مشكله او اتحركت ونسي الحته دي موضوع الشباك كده، فالجروب ده بيريحني بصراحه، امر مهم قوي بيريحني في الجزئيه دي. مش مهم تسميه ايه اكتر ما المهم يكون عندي الجروب مظبوط يعني، ماشي.
وكل الكلام ده كله ممكن تعمل له كده روتيت. طبعا انا عارف ان انا ممكن اعمل روتيت او اعمل ميرور على طول، بس بستسهل بصراحه يعني. يعني برضو النقطه ايه، ان انا بستسهل. واسحب بقى الاخت كنبه دي كده، احطها بقى فين؟ في مكانها هنا. طبعا هي اوفر شويه، بس انا هوظفها بقى ايه في مكانها. ماشي. واقوم جاي بقى ايه مصغر الايه الاخت كنبه دي كده شويه، اقول له بعد اذنك بقى ايه اظبط لي بقى النسبه بتاعتها برضو ايه 10% كده. يعني اعتقد كده الدنيا بقت ايه لذيذه قوي، وهي تظبط كده معاك اهي مع الستاير والجبسون بورد. اوكي. وبعد كده اعتقد كده الدنيا الى حد ما هتلاقيها مظبوطه باذن الله. والكرسي ده برضو هصغره زي ما انا صغرت التانيه كده برضو جزئيتين. ماشي، حلو قوي. وابتدي اطلعه بقى احطه جنب الايه الروتيت بتاع الجميل مع الزاويه اهو. ادي ادي الكرسي، عفوا. تمام. وارجع الكرسي ده كده. ماشي، اجيبه كده كده شويه. تمام. اوكي. واخد الكرسي ده كده اعمل له شيفت، سوري، عدد الكوبي يعني، ونعمل له ايه روتيت برضو كده. اعتقد كده كافي الكرسيين دول يا باشمهندس محمد. انت عايز تعمل كرسي تاني؟ اعتقد الكرسيين دول كافيين قوي. لو حطينا واحد كده واحد كده، تمام، الاثنين قدام بعض يعني خلاص، والترابيزه في النص خلاص كده. اعتقد الموضوع ايه الدنيا كده القعده زي الفل يعني. تعال بقى نبص في ال 3 دي كده. تمام، لان يهمني طبعا في ال 3 دي. طبعا هم ما شاء الله يعني طايرين في السماء اهم. بص ليهم ايه، بص اهم في السماء فوق كده اهو، فهم ايه ماشيين مع نفسهم يعني. فالكلام ده نظبطه ازاي بقى من هنا كده من الزد، ونرجع كل ده نقول بعد اذنك انزل لي كل ده ايه على ارض الواقع لو سمحت، لان كده ايه مش واقعي. فابتدي ننزل معانا كده على ايه ارض الواقع بتاعتنا بالظبط. تمام. طبعا انا بظبط على الارض، فين الارض بتاعتي؟ في الفلور والسيلينج ده، فين السيلينج اللي هي دي؟ لا دي اللي فوق. ايه الارض اللي تحت دي كده؟ باخد دي واخد الارض دي واعمل اتنين ايزوليت. بظبط بعمل ايه الالاين بتاع الجميل على، عفوا، اخد الطقم بس كده. تمام، كله كده اعمل له الاين عشان يبقى مظبوط معايا بالظبط على الارضيه. خلاص هتلاقي راجل ايه المينيموم بتاعك على الاكس الماكسيموم، خلاص هتلاقي الارض ايه عندك بالملي، شايف اهي. تمام، فالدنيا عندك زي الفل، خلاص ظبطنا الدنيا. تمام، اجي بقى هنا كده من 3 دي ابتدي ابص، هات لي بقى الكاميرا. كده الطقم اعتقد مناسب معقول. تمام، اعتقد مش هيبقى في مكان للبارتيشن بصراحه، ما اعرفش ليه، بس حاسس ان هو ايه الدنيا هتبقى زحمه قوي لو في بارتيشن تاني، اعتقد ذلك. ما نشوف. ماشي، يعني نشوف، احنا شغالين وبدينا بنشوف مع بعض. ماشي، هات لنا بقى ايه بقيه الايه الطقم التاني. نبتدي نرجع نشوف بقى بيت الاطقم اللي عندنا، ونبتدي نفرش الجزء بتاعنا تاني كده اهو. ده تمام. طبعا انت تبص من فوق كده الدنيا عندك مظبوط. طبعا هو للاسف واضح ان الريسبشن مساحته صغيره قوي. حتى لو خلينا نحط سفره هنا تلاقي الدنيا مظبوط يعني صعبه شويه. طب لو بصيت على الكنبه دي هتبقى قد ايه تقريبا؟ الكنبه دي في الميجرمنت بتاعتها، بسم الله، الكنبه دي قال لك 3 متر في متر 90 في متر في متر متر 20، يا دوبك ايه مساحه حجمها الطبيعي بصراحه. ما هي بص يا باشمهندسه، هي الفكره يا باشمهندسه شيماء، باشمهندس محمد بيقول لي يعني هنا كده بص الاكس بتاعها اللي هو طولها كله 3 متر، يعني هي بتبقى كده 3 متر. ممكن اصغرها في متر 90، لا ده 2 متر كتير قوي. يبقى فعلا ده هي العرض كبير قوي. ماشي صحيح، هي اصغر شويه، ممكن اظبطها الابعاد بتاعتها. ماشي اوكي صح. يبقى انا هاجي على الكنبه دي كده، ال 3 متر ممكن نصغرهم شويه 3 متر بس. ماشي، والواي ده اللي هم 2 متر دول اوفر قوي يعني، اعتقد 80 سم حتى كويس قوي يعني. تمام، 80 سم بتوع دول زي الفل. اعتقد كده الدنيا تبقى ايه افضل واحسن من الاول، ونوسع المكان على قد ما نقدر. تمام، باشمهندس محمد رجل شغل شغل اصول فاخر. تعبك ده يا باشمهندس محمد، يعني خد بالك يعني ده تعبك انت. الواي بتاعتنا هتبقى حوالي، نصغرها كده شويه، او ممكن نصغر الكرسي كله ككل، ناخده كده ايه ب 10%. ماشي اوكي، بدي ناخده برضو 10%، اعتقد ممكن كمان 10%، يبقى 70 سم حلو قوي يعني. وهنا برضو 10% كمان، يعني حلو جدا. ممكن بقى نلعب لعبه حلوه قوي، انا ممكن اخده بقى ايه، اقول لهم اخليه بزاويه كده، فهمنا حاجه؟ يعني هو مظبوط بزاويه لان في الزاويه دي كده، واخدها كده لوحده روتيت كده على ايه على الفري، وهو واخدها مثلا زاويه كده. تمام، يبقى ادينا له ايه قاعده كده ايه. اوكي، ونكسر الايه الحيز بتاعهم ده شويه،
بحيث ان انا الم المساحه بتاعتهم ما يطلعش عن حجم العمود ويركن مثلا كده، يبقى انا كده ايه عملت له الواجب بتاعه 100 100 زي الفل. ده نفس الموضوع برضو نديله روتيت كده على جوه. بنحاول احنا طبعا نعالج القصور اللي بيبقى ممكن يكون عندنا، ناخد الكلام ده برضو نحركه كده لجوه. ماشي، يبقى احنا لمينا الدنيا عندنا شويه، ونجيب ده كده على الحدود دي، ونجيب ده كده على الحدود دي كده، والتقطوعه في النص، يبقى كده بارك الله فيما نزل. الله يخليك يا باشمهندس محمد، الله يخليك حبيبي. لا والله احنا احنا بنتشارك مع بعض، انا بحاول افكر معاك بصوت زي ما قلت لك، انا مش مرتب ان انا اجيب لك حاجه جاهزه او ورشه من عندي جاهزه اقول لك تعالى بقى ايه نشتغل وكده، لا انا عايزك انت تشوف معايا الموضوع بيتعمل من اي تو زد ازاي، وبفكر فيه ازاي. انا عايز اشاركك معايا في الورشه، انك تشوف احنا بنبدا ازاي وبفكر ازاي، وانا كده بفكر طب هفرش دي ايه، طب هودي دي ازاي، هعدل دي ازاي. فهنا مثلا بص كده، ما تبص هنا كده على الفرش ده، اعتقد كده الدنيا مظبوطه. اه الكرسي ده ممكن يحتاج يرجع لورا لحد اخر العمود مثلا اهو، ماشي كده عشان يوسع القعده شويه. وده طبعا يبقى في حذاء كده خلاص. يبقى انا كده حاطط تقطوعه في النص، يبقى كده عندي مكان للسفره، اقدر احط سفره بشكل كويس. يبقى كده الدنيا عندي ايه مظبوطه يعني. تمام اهو كده قعدتين الدنيا تمام. يبقى كده اخري اخر العمود، دخلت الاوضه دي والجزء ده بتاع الايه الاوضه الثانيه. ماشي كده اعتقد الدنيا باذن الله مقبوله يعني. طيب تعالى بقى نكمل بقيه الايه الشغل بتاعنا، نجيب بقيه البلوكات بتاعتنا. تمام، عشان بلوك واحد مطلع روحنا اهو اساسا يعني. طيب ده خلصنا البلوك ده تمام تمام الحمد لله. هتشوف بقى ايه تاني. بسم الله. التكييف عندنا تكييف، هو طبعا هحتاج تكييف طبعا اساسي. ده تكييف انا بنرميه هنا، عندنا حوالي 2 او 3 تكييف. هقول له انا ميرج فايل وارميه هنا كده واسيبه خلاص. هو ده تكييف يعني، مش قصه مقاسه طبعا هيبقى ثابت، مش هقعد اظبط فيه، بس احطه في مكانه. اشوف بقى حاجه ثانيه، ممكن احط قاروره ميه زي كده، او مبرد مياه زي ده كده، ممكن اتحط فيه الريسبشن. تمام، اعتقد ده ممكن يكون حاجه دلوقتي موجوده في كل بيت يعني، اعتقد ده حاجه ممكن تكون موجوده في كل بيت، فممكن نستخدم مبرد المياه ده نحطه عندنا في المشروع اهو. نحطه كده هنا بسم الله، نضيفه هنا كده برضو امبورت فايل، نبتدي ننزل مبرد المياه هنا. مش عارف اخد وقت كبير قوي، ما اعرفش ليه كده، عشان بس السي عندي بقى مليان جدا، محتاج ان انا افضيه طبعا عشان ده بيبقى فيه تقل في طبعا هارد اس اس دي. السي ده يعني لو هارد اس اس دي، فالاس اس دي خلاص كله اتملى، فواضح ان الراجل يعني قرب ايه يعني يزعل مني، فانا محتاج افضيه. بس طبعا ده بعد المحاضره ان شاء الله، عشان بس التايم بتاعنا ما ياثرش علينا. طب احنا معاه كده ثواني يا باشمهندسين لحد ما نشوف اخينا ده هيعمل ايه. لحظه واحده خليكم معايا. واضح ان مبرد الميه عامل لنا مشكله، ما اعرفش ليه. مش متين سامعني كويس؟ طب احنا ده لا احنا ما سيبناش. واو احنا كل ما ندى كده ما عملناش سيب. شفتوا بقى دي بقى من الكوارث اللي بتحصل معانا في الشغل ده، مضطرين نصبر على ايه. بلاش ميه، بلاش حاجه، بلاش البتاع ده خالص، بس يخلص إيه كده ربنا يستر. لو عمل مشكله وقفل احنا ما سيبناش للاسف. دي غلطة، دي غلطتي أنا طبعا، ما عملتش سيف لكل اللي عملته ده كده، فطبعا ده مشكلة كبيرة جدا. أنا نسينا ندوس سيف، لأن كنت دايما على طول بدوس سيف وأنا شغال. طب معلش هنصبر عليه ثواني بدل ما نضيع كل اللي عملناه ده يضيع، فهنصبر عليه ثواني معلش. أنا مديه راحته خالص أهو وسايبه براحته خالص. تمام عشان إيه؟ الواتس الإزهار، الله ينور عليك يا باشمهندس. ماشي على ما يفتح كده نفتح الواتس. الازهار باشمهندس بعته لنا، لا ما جاليش حاجه باشمهندس.
ولا انت بعتولي على الخاص؟ اه لا اهو ظهر كده. اوكي ماشي اوكي. لما بنحط على الديسك توب كده نبص عليه، طبعا انا عارف السي خلاص الجهاز اصلا ما عادش مستحمل، فهو بصراحه يعني الراجل ما عادش طايقنا يعني. ايه ده كده؟ لا هندسه تسلم على قدك ايه بس، الله يبارك لك يعني. احنا ناخد ازاي نفرش؟ لا ده ما شاء الله تبارك الله يعني حاجه كويسه جدا، تفرت الشقه كلها ما شاء الله يعني. الله ينور عليك يا هندسه ما شاء الله تبارك الله. وعملت برضو البارتيشن اهو نفس الفكره اللي انت كنت بتتكلم فيها. لا كويس قوي تمام كده جميل جميل. وحطيت هنا الركنه برضو والحاجه ما شاء الله. اكيد في ملاحظات، بس هي الملاحظه الفرش كويس، الدنيا كلها تمام التمام. انت بس الملاحظه الوحيده اللي عندك اللي انت تتعلمها بقى، طبعا انت ما حطيتش بيبان اساسا، فين بيبان؟ بيبان هنا ما فيش فاهمني، الشبابيك برضو ما فيش. الفرش محتاج تعديل فاهمني. يعني انت هنا بص، يعني انت مستخدم هنا حوض واقعي، مستخدم غساله واقعيه بوتاجاز، انما هنا السفره مش واقعيه، السرير مش واقعي، تحس ان هو كرتون، مع انك مستخدم تلفزيون واقعي. فهمتني يا هندسه؟ فهي دي النقطه اللي احنا كنا عايزين نتكلم بيها. الحوض برضو واقعي هنا كده، بس دي تحس ان هو مش واقعي شويه. الفرش تمام والدنيا زي الفل، لكن انت محتاج شويه بلوكات حلوه للفوتوشوب، بس ده اللي ناقصك فقط لا غير يا هندسه فاهمني. شويه بلوكات حلوه للفوتوشوب، في بعض الحاجات مثلا بتبقى ممطوطه زي كده، بص الزرع عامل ازاي تمام فاهمني. كده لا ما انا ان شاء الله لما ناخد بقى جزئيه الفوتوشوب هقول لك ازاي تجيب بلوكات كويسه وتجيبها منين عشان تحسن الشغل بتاعك ده كله فاهمني. انا ممكن اوريك انا شويه شغل كده فوتوشوب، بس مش بس الاخ ماكس ده ربنا يستر النبي يعني، مش طالبه والنبي الله يبارك لك يعني، عايزين نشتغل. طب ليه كده بس؟ ما كانش مبرد ميه ده. طب يا سيدي حقك عليا اسكيب، مش عايزه خالص، مش عايز المبرد ده خالص. معلش انا طبعا مش عارف طبعا السي، انا فوجئت ان السي طبعا بقى بالحجم الرهيب ده، طبعا الموضوع كان بالنسبه لي مفاجاه يعني، دايما بشتغل وعمال ارمي ومش مش باصص، فدي عملت لي دي اللي عامله لي المشكله دي، لكن ان شاء الله هفضيه بعد اشوف ايه اللي انا مش عايزه وافضيه بعد المحاضره. بص يا باشمهندس انا نازل اقول لك، انا مثلا ايه في حاجات كده ممكن اوريها لك، لو بنعمل مثلا مشاريع او بنفرش حاجه زي كده، ده كان في حاجات بقى كده شوف كده ده ايه ورك 1 ورك 2 حاجه زي كده مثلا فاهمني. المفروض في باك اب، في اوتو سيف، انا ظابط الاوتو سيف بتاعه بس ربنا يستر يعني. بص كده هندسه مثلا انا بحط حاجه زي كده يعني، ده كاكزامبل. بص كده الركنه دي شايف البلوك هنا عامل ازاي هندسه تمام، شايف الركنه هنا معايا يا باشمهندس، ده طبعا ملاحظات للجميع هنتكلم فيها. شايف الركنه الفرش، الشخص اللي قاعد هنا، البيبان موجوده هنا، برضو الفرش بتاعك اهو. اه باشمهندس انا هبص عليها وشفت تمام فهمتني يا باشمهندس، ادي الفرش بتاعك. وبنستخدم حاجات واقعيه بنسبه كبيره قوي تمام، عشان يبان معايا الايه الشغل من بعيد ان انا بشتغل في حاجه رياليتي. ده اللي انا عايز اتكلم فيه باشمهندس ابو بكر، فده ان شاء الله هنتكلم في جزء الفوتوشوب ان شاء الله. اسف بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو بصراحه البرنامج انا عمره ما خذلني يعني، بس ايه سيف بقى ايوه تمام، هو عمره ما خذلني بس ما اعرفش بقى طبعا، هو بس السي اللي عندي هو اللي فيه مشكله يعني. هو بصراحه السي اللي انا فوجئت بصراحه مفاجاه بالنسبه لي ان انا عندي الكم الرهيب ده من السي. طبعا هو اصلا انا عملت اسكيب عشان ما انزلش الجزئيه دي، فخلاص هو كده اعتقد ان انا ايه هو ما نزلش اساسا، هو بس التكييف اللي موجود اهو، ادي التكييف تمام كويس قوي، خلي كل حاجه زي ما هي، ابتدي ننزل بقيه البلوكات بتاعتنا ماشي. ونكمل الشغل بتاعنا باذن الله. الحمد لله رب العالمين. نسيف تاني معلش، طبعا هي بتبقى ايه كده، فالحمد لله يا رب يا كريم ماشي. سيبك من الموضوع المايه بقى خلاص خلاص، يبقى ننزله بعدين يعني اوكي، ونبتدي نشتغل في بقيه البلوكات، نشوف ايه بلوكات تانية احنا عايزينها. بسم الله. باترن ايه؟ ايه الباترن؟ ده في بانوهات بتبقى بالشكل كده يا جماعه، في بانوهات بتبقى جاهزه، كان في حد بيسالني بيقول لي في بانوهات جاهزه او لا، ففي بانوهات بتبقى بالاشكال دي كده، بس البانوهات دي لما يكون كلاسيك صريح تمام، البلاستر بتاعنا بقى الشغل اللي هو كده ده بيكون كلاسيك صريح يعني، فاحنا طبعا ما عندناش الكلاسيك الصريح، احنا شغالين على اللايت كلاسيك فما بنستخدموش يعني. ايه بقى ده؟
ده برضه اهو ده سايد بورد، بس ده طبعا كلاسيك قوي يعني، ده كلاسيك قوي، احنا مش عايزين حاجه كلاسيك قوي دي، ده عايز فيلا او قصر يعني، عايزين حاجه وسط شويه. تي في اهو، تلفزيون سامسونج، ده التلفزيون. عتيقه عايز فيلا كده، ده ايه ده جايب لنا فالي كده. اهو التلفزيون. بس ده ليه قاعده، عايز تحط على حاجه، انا عايز حاجه تعلق على الحيطه. ماشي سيبك من ده دلوقتي، لان ده عايز له حاجه تحط عليها، انا ما عنديش حاجه احطها عليه دلوقتي. بنشوف له حاجه الاول بعدين بقى نرجع له. الجهاز تقيل جدا، معلش يا جماعه، والله المشكله عندي ان الجهاز عندي تقيل قوي كجهاز يعني، الموضوع مش البرنامج بس، هو الجهاز هو للاسف اللي انا عندي السي طبعا مشكله، فهو تقيل عندي يعني. ماشي سوكت. دي روح الكهرباء دي ممكن تحط ورا الباب لو عايز تظبط حاجه كده، دي روح الكهرباء، بس الكلام ده احنا مش هنجيب ورا الباب حاجه يعني، احنا شغلنا كله في الريسبشن بس. التي في ستاند، وريني ايه التي في ستاند ده. فرجني ايه ده. ده ستاند تي في مكتبه للحيطه اللي في ظهر الحمام كامله، اعتقد ده كويس ممكن نشتغل عليه. ولا ايه رايك يا استاذ ابو بكر؟ تمام كده، اعتقد ده مناسب، ولا عشان كده ده ولا ده يغطي على البانوهات؟ اعتقد ده هيبوظ البانوهات اساسا، اعتقد ده هيبوظ البانوهات، مش مناسب قوي يعني، يمكن ده مودرن اكتر، بس انا عايز التلفزيون اللي فيه، عايز التلفزيون على الحيطه. ماشي استنى كمل الفاز. فاز ايه، انا مش محتاج فاز هنا بتاعي، خلاص حطينا زرع خلاص، مش محتاجين فاز، لا مش محتاج. اباجوره، احنا عندنا طقطوقه وعندنا اباجوره، طب انا ممكن اخد الاباجوره دي ابص عليها كده، ممكن اخدها احطها مع الطقطوقه اللي عندي صح كده؟ يعني انا لو خدت دي كده ممكن انزلها مع الطقطوقه بتاعتي صح؟ اخد الاباجوره دي كده ارميها هنا مع الطقطوقه بتاعتنا. ممكن الم ده كده شويه للايضاح بس، تمام، ممكن دي احطها مع طقطوقه كده صغيره. اوكي انهي واحدة دي كده ماشي كده، object optimize. هي عايز ايه؟ hold the name ماشي اوكي please enter 01 ولا ما تزعلش اي حاجة، عايز اغير الاسم يعني عشان في اسم مشابه يعني، ما شاء الله الاباجورة قد المبنى كله مش مشكلة بقى نظبط سكيلها. طيب ايه تاني عندنا غير الاباجوره اللي احنا محتاجينه؟ ابواب خلاص خدنا باب، مرايه ممكن ناخد مرايه على الحيطه، تمام، مش ممكن نحط مرايات، اكيد هنحتاج مرايه على الحيطه، اعتقد المرايه دي برده شكلها كويس مش وحش، تمشي بمودرن وكلاسيك لان هي مودرن مع شويه شغل، فاعتقد المرايه دي هنحتاجها. ممكن ناخد الميرور دي كده اهي برده، امبورت فايل ماشي جميله. وفين المشروع بتاعنا اساس؟ ايوه هنا كده اوكي. طب انا برمي البلوكات بعد كده وابتدي ايه اظبطها بقى عشان بس الوقت، انا بحط البلوكات كلها. طب انا في لسه حاجات ناقصه كتير قوي، لو فتحت كل ده كده او كبرت الشاشه شويه. السفرات اهي صحيح، السفره اهي، هنا السفره، نختار مع بعض السفره بقى كده يا باشمهندسين. كده الدنيا. البوفيه ده انا عايزه، ده اتحط جنب الباب. جون ريتشارد، فين جون ريتشارد؟ هنا ده. طب هو مفكوك فوق جون ريتشارد، ده جون ريتشارد ده كده، لا مش مفكوك فوق، يبقى انا محتاج ان انا افكه تحت كده اهو. ناخد البوفيه ده، تمام اوكي ماشي حلو قوي. فين هو راح؟ فين جون؟ جون 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 فينك يا حاج جون؟ راح فين اهو؟ ده البوفيه بتاعنا ماشي، اللي احنا ممكن نحطه جنب السفره. اي ثينك شغله كويس او شكله كويس يعني، بالاباجورات بتاعته بالحاجه، ناخده برده كده دراج ودروب هنا اي جزء كده هنا، واسحبه كده اهو جون ريتشارد. امبورت هنا فايل انا مش شايفه هو فين، ايوه لا مقاسه مظبوط كويس. طيب ده جون ريتشارد. طب نشوف ايه تاني من الشغل بتاعنا، انا بختار معاكم كده، نختار مع بعض السفره والحاجات دي كلها، ننزل كده لتحت. ناخد انهي سفره؟ ناخد سفره مدوره يا باشمهندس ابو بكر، ولا ناخد سفره مستطيله؟ يعني ممكن السفره دي
نفكر كده مع بعض، كان ناخد سفرة زي كده كويسة ولا ناخد حاجة تانية؟ مش هنسى أبو بكر، خلاص مساحة صغيرة دي، لا دي فيها شغل كتير أوي أوفر. طب نطلع لفوق كده شوية نشوف حاجة صغيرة. أنا عاجبني بصراحة اللون ده، مش عارف ليه بس عاجبني. أنا عجباني السفرة دي بصراحة، الألوان بتاعتها جميلة جدا عجباني. يعني ممكن آخد السفرة دي، ممكن آخدها. الألوانها حلوة زاهية جميلة كويسة، ممكن آخد برضو البلوك ده كده. طبعا أنتوا عارفين طريق بلوكات، أنا مش هحكي لكم بقى عن بلوكات والكلام ده كله، أنتوا عارفين طريق بلوكات يعني. فين هي؟ بسم الله، اسمها 77 مش عارف كام كده، هتلاقي فكت فوق 77 أرقام. بص يا باشمهندس شيماء، الفكرة كلها إن أنت الأرضية بتاعتك إيه؟ فهمتيني؟ يعني هو خد بالك ده أزرق مع موف، أعتقد بالعكس ممكن تمشي. الأزرق مع الموف ممكن يمشي. تمام؟ ده حسب أرضية اللون بتاعت الحيطة. تمام؟ أرضية اللون بتاع الحيطة، لو اللون عندك لون موحد صريح هيمشي مع أي لون تاني. فهمتيني؟ يعني هنا مدينا حتى لونين أهو، كذا لون ليها. أوكي؟ صفرة أهي. اعتقد جميله يعني، شغلها حلو جدا. لونها حلو، انا بحب اللون الزاهي عشان لما ادي لون فاتح يظبط معايا. ده كده وده كده وده كده ماشي اوكي خلاص على الله. ناخد بقى دي كده ونبتدي نظبط برضه، نسحب دي كده هنا. طبعا عاملين نعمل كوبايه بلوكات محترم، حتى انا لسه نسينا ركنه وتلفزيون، ولو في بارتيشن خدنا البوفيه وخدنا ده وده وده ماشي اوكي برضه ماشي. 002 نسميها مثلا زي سفره عشان الاسم، بس انا ينزل بقى عندي حاجه كده سفره او ديننج روم اي حاجه يعني. انت بتسميها طبعا الاسم اللي انت عايز ايه. ايه يا عم فيه؟ حول ولا قوة الا بالله. في ايميل؟ طب رينيم، قول يا سيدي. مش عارف ليه بيغير الاسم اساسا، زعلان من الاسم دي. طب مش عايز خالص، ما تزعلش. ناخد الفايل نفسه 14 عشر مش مشكله، نزل هنا الفايل ده نفسه كده، ميرج فايل بدل ما انت هتتعبني فيه. ماشي اوكي. اوكي ماشي. ايوه هو نازل على فكره السفره نازله كامله بحاجتها يعني. طيب تعال نشوف ايه تاني عندنا بعد السفره. في شويه حاجات تحت على فكره شايفها تحفه جدا، في البوفيه اللي احنا خدناه ده، وفي بوفيه تاني لفت نظري دلوقتي اللي هو ده. بس اعتقد الاولاني احسن يعني، حاسس ان ده يعني متعب يعني مش لذيذ شويه. في ترابيزه صغيره هي ممكن نستخدمها لل القعده اللي جوه اهي، الترابيزه دي. تمام، ممكن نستخدمها، اعتقد لذيذه ستيل وشكلها حلو، فممكن ناخد الترابيزه دي وناخد الاطوال دي كمان. فناخد الترابيزه اي ثينك ان هيبقى شغلها كويس او شكلها كويس، اللي هي 41 دي هتلاقيها فوق 41 فين اهي. اعتقد هنقدر نشتغل بيها كويس. ناخد برضو الترابيزه دي كده نرميها هنا. خد بالك انا عمال ارمي كل البلوكات عشان اوفر وقتي ومجهودي، انا برمي كل البلوكات وبعدين اظبط بقى ايه، اوزع التوزيعه بتاعتي زي ما انا عايز. نزلت ولا لسه؟ ايوه اهي هي نزلت كده وخلاص، يعني عارفين هي ايه، نزلت كده في مكان، اختارت مكانها وقعدت. ماشي مش مشكله، مش تفرق كتير، ببعدها بس بره كده بعيد شويه عشان اعرف اشتغل. اوكي طيب ادي الترابيزه، ايه تاني؟ في الموديل ننزل تحت كده برضو نشوف. خلصنا كل ده تمام 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 تمام. في بارتيشن اهو، بس ده مش ستيل وما يشيلش تلفزيون، يعني ده بارتيشن كده ايه، بلايت ازاز.
يعني لو عايزين نحط بارتيشن باشمهندس ابو بكر ممكن نحط حاجه زي كده، رغم طبعا هو برضو مش هيبقى ماشي قوي مع الفرش بتاعنا. طيب ايه تاني ايه تاني؟ الترابيزه الصغيره دي عايزينها اللي هي 25 دي، عايزين 25 دي الترابيزه الصغيره اللي احنا كنا شايفينها هنا دي كده تتحط جنب الايه الطقم بتاعنا اللي هو الركن اللي جنب الشباك، او مش الركن اللي هو الصالون يعني، لسه ما لقيناش ركن لحد دلوقتي، كل اللي احنا شغالين على دور بس. طبعا الكلام ده بيوريكوا قد ايه اصلا لما تيجي تعمل مشروع بياخد وقت ومجهود رهيب. عشان كده في بعض الناس لما تيجي تقول له والله المشروع ده بكذا بيقول لك ليه يعني ليه كده غالي ومش غالي، مع ان خد بالك ان في حاجه اسمها تسعيره. التسعيره دي موجوده من اتحاد المصممين العرب، يعني في تسعيره موحده من اتحاد المصممين العرب لسعر المتر في التصميم. خد بالك من النقطه دي، يعني انت ليك المفروض ليك ريفرنس تمام ترجع له في التسعيره بتاعتك، عشان بعض الناس بتفتكر انت بتقول له سعر ان انت بتبالغ او بتحط حاجه بمزاجك. لا، هو في تسعيره بتحكمنا بنتكلم عليها وبنشتغل عليها. راحت فين ال مش عارف هي نزلت راحت فين، هي نزلت ولا ما نزلتش اساسا؟ هنبقى نشوفها. ماشي، تعالى بقى نرص شويه الحاجات دي كده نظبطها. طيب اوكي، تعالى دلوقتي عندنا ايه؟ تمام كده يا باشمهندسين. فانا عايز اقول لك ان انت مدى التعب والمجهود ان انت تاخده في الفرش والشغل بيبقى برده مش سهل، فانت لازم تبقى فاهم كويس قوي. لما اجي اتكلم معاك اقول لك والله التصميم ده او الديزاين ده هيكلفك مبلغ، ما تجيش تقول لي ليه، هو ليه المبلغ ده هيكلفني كل ده؟ اقول لك لا، انا هكلفك لان انا هتعب في الموضوع ده وهدور بلوكات ودنيا وعالم وموضوع، فالموضوع مش بالسهوله اللي انت ممكن تتخيله ان انت لا ده الموضوع يا عم في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ده شويه حاجات بلوكات وبترصها. والله لو على البلوكات اللي بتترص دي الموضوع سهل يعني نقدر ايه نظبطها. تمام، بصغر الترابيزه دي كده شويه. تمام، تقريبا بقت متر في متر. اعتقد كده 60 سم في 60 سم، اعتقد كده مناسبه، حجمها مش وحش، تتحط في النص كده، ايه رايكم؟ عايزين تخليها مستطيله؟ ممكن نخليها مستطيله، ما عنديش مشكله يعني. تمام؟ كده الجزء بتاع الترابيزه دي، ماشي؟ طيب ايه تاني عندي؟ هبتدي احط الحاجات دي كلها عندي برده تاني في ايه؟ دي السفره، وحاطط نص سفره والنص التاني فين؟ السفره بالسجاده بتاعتها، ماشي اوكي. معموله كلها بلوك، اتاكد بس، لا مش معموله بلوك. طيب انا ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اخد الكراسي دي بالمره بالحاجه بتاعتها دي، اعمل لها كده شيفت واسحبها الناحيه دي. تمام، انستنس اوكي. وبعدين كل الحاجات دي كلها اعمل لها ميرورد خلاص على محورها، بس اقول لك ايه نو كلون زي ما هي. ايوه حلو قوي كده، بس تبقى الدنيا معاك مظبوطه كده، يبقى عندي سفره مظبوطه يعني كده، في سفره كده وفي سفره كده. ممكن احط الكرسي هنا واحط الكرسي هنا كمان، بس اي ثينك ان انا المساحه عندي ما تستحملش المكان ده كله يعني، فاعتقد كده السفره عندي الدنيا تمام. فممكن اعملها جروب تمام كلها في بعضها واسميها ايه سفره. انا كنت عاملها تقريبا قبل كده، معرفش ليه ما نزلش الاسم مظبوط يعني، بس ما علينا. اخد كل ده كده وابتدي اسقطها فين؟ في مكانها هنا كده. طبعا الحجم طبعا يعني اوفر قوي، عندنا عمود اهو ده كده وده كده برضو، ماشي خلاص. هنخليها مستطيله ولا كده؟ اعتقد هي كده، بس محتاجه السجاده اللي تصغر شويه مع السفره برضو كلها تصغر شويه. انا بصيت الحجم بتاعها الميجرد، اشوف برضو الابعاد بتاعتها. ده 2 متر في 3 متر يعني، ممكن نصغرها سنه نعملها سكيل كده شويه يعني. السجاده ظبطت، لكن اعتقد ان انت محتاج السفره تكبر شويه، فده السجاده ماشي اوكي. ممكن نعملها روتيت. طب نجرب كده، لو عملنا لها روتيت هنشوف هتبقى عامله ازاي. لو عملنا لها كده روتيت، عايزين روتيت، مش عايز يجيب السفره ليه؟ نعمل لها كده روتيت مثلا على زاوية 90، نشوف كده لو المساحة هتبقى أفضل. تمام، احنا كل ده بقى تنسيق، أنت بتنسق الفرش بتاعك. لو سحبنا كده لحد ورا كده أوكي، سنة ونرجع بيها كده. طب أنا ممكن أعمل ده مع ده
مع ده ونعمل ايزوليت كله عشان بس اخف الملف شويه. اوكي، وابتدي اظبط بقى ايه السفره كده، بحاول اخف طبعا سنه كده بسيطه عشان ابتدي اشتغل بهدوء شويه. تمام، وانزل بقى كده بالراحه على الملف بتاعي، ابتدي اوسطن بقى الايه الكلام ده كله كده. اعتقد هتيجي في الايه في المسافه بالظبط، يعني الاوضه ايه لو اتحطت كده بينهم كده بالظبط هتيجي ايه في المسافه بالظبط. اعتقد كده هتبقى مناسبه مش وحشه. تمام، اعتقد كده معقول قوي. وهنا برضو كده تبقى قافله هنا هنا كده. تمام كده يا باشمهندسين. اوكي في حد بيقول لي ايه لو لغينا الحوض، حوض ايه؟ فين الحوض اللي احنا لغيناه؟ احنا ما لغيناش حاجه يا باشمهندس الشماء. حوض ايه اللي لغيناه؟ هنا كده السفره يعتقد معقوله، هي بس عايز تكبر شويه. هي السجاده بتاعتنا اللي فيها مساحه كبيره، ممكن الترابيزه والكراسي والحاجات دي كلها اقدر اتحكم فيها او اكبرها شويه صغيرين او ارحلهم شويه عن السجاده. ممكن اسيب السجاده واجيب الايه الحاجه دي بره كده شويه، طبعا عشان لسه عندي برضو بوفيه فانا محتاج ان انا اظبط عليه شويه، او ممكن اطلع مثلا لحد الايه العمود ده كده. اوكي وخلاص. تمام كده يا باشمهندسين. طبعا انا محتاج برضو ارفع الزد بتاعي من هنا، يعني هنا برضو اوفر قوي ماشي، فانا محتاج السفره دي تنزل على الارض شويه، انزلها كده شويه لحد الايه الارض اللي عندنا اهي، لحد الارض كده بالظبط. اوكي طبعا لو عندي الارض الفلور ممكن اظبط عليها ايه، اعمل له هالي ايه بقى الاين مع الارضيه بتاعتنا اللي هي دي. تمام، اقول لك اعمل ليها ايه الاين نفس اللي عملته في الجزء الثاني، اخد ده كده واقول له اعمل لي الاين مع الارضيه. باشمهندس ايمان تقول لي تدخل تحت الترابيزه. بص يا باشمهندس ايمان، هو في نقطه بقى لازم اقول لك عليها، يعني انا بحب اعملها، انا بحاول ان انا افركش العفش شويه. تمام انا معاك صح، المفروض الكراسي تظبط شويه والسفره كلها تكبر شويه، يعني انا شايف ان السفره ممكن محتاجه تكبر والكراسي تتظبط شويه. اوكي انا معاكي في النقطه دي. بس انا دلوقتي بعد كده بقى شويه هتلاقيني انعكشت الفرش ده كله، ممكن اعمل كده ان جروب ده اهو، او اعمل له حتى اوبن خلاص، وابتدي اخد مثلا الكراسي دي كده لوحدها احركها كده شويه صح، مش هتعرف تعمل لي كده الكراسي دي كده، وابتدي احركها كده شويه فين الموف بتاعها دول. ايوه اهو كده، عفوا عايز الكراسي بس. ايوه كده اهو صح كده هندسه، مش ده اللي انت عايز تعمليه؟ عينيا حاضر. يا سلام انت تؤمري يا هندسه تؤمريني. ادي كده اهو ماشي، نبص كده على التوب بتاعنا برضو نتفرج عليها ماشي. هي كده يا باشمهندسه يعني اختصرت الموضوع شويه. ممكن اخد الفكره دي كلها المجموعه دي كلها اللي هي السفره كلها بما بكراسيها واوسطنها كده شويه اهو، وممكن ارحلها كده كمان شويه. تمام ليه؟ عشان البوفيه. الله يعزك يا هندسه تسلمي. تمام عشان الايه البوفيه يا باشمهندسين. اوكي لسه احط بوفيه هنا. طب في برضه عندي حاجه ثانيه انا محتاج ممكن افكر ان اعملها، انا ممكن الكرسي ده كده ان انا اوسع الدنيا بالكراسي شويه، يعني انا مش هضايق الدنيا قوي كده خلاص، ممكن اسحب الكرسي ده كده اهو. تمام ماشي، واسحب الكرسي الثاني برضه لبره كده شويه اهو خلاص. ما الحاجات دي برضو ايه بتفرق معايا كتير في الفرش بتاعي، اسحب الكرسي برضو قدام ده كده بالظبط عشان احسسك ان الاوضه كبيره، يعني اه المكان صغير والفرش صغير، بس مش معنى كده ان انا ايه اقفل لك الدنيا. ممكن اخد الكرسي ده كده واقوم اعمله لك بقى ده اللي احنا بنضيفه بقى، ممكن اقوم عفوا عشان بس نقفل السناب على زاويه، اقوم اعمل لك الكرسي ده كده. تمام ماشي، ما انت معلش يعني احنا قلنا الواقعيه بتاعتنا بتيجي منين؟ بتيجي ان انت مش عندك البيت كله، لو بالذات لو عندك اطفال يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني مش هتلاقي الدنيا يعني مظبوطه 100%، ده هتلاقي الدنيا مكركبه يعني. فانت لازم تحسسه بالواقعيه منين؟ ان في حركه في المكان، يعني دول ممكن يبقوا مظبوطين جوه عشان مدارين او الاطفال مش عارفين يطولوهم، انما دول هتلاقي بقى في حاجه مشدوده هنا، حاجه واقعه هنا، حاجه مش عارف ايه. فاحنا بنعمل الجزئيه دي كده بنحاول ان احنا نظبطها تمام، بحيث انها تبان ان في ايه حركه او في حاجه واقعيه في المكان. تمام يعني في كتير اقول لك عشان تعمل واقعيه لازم يا باشمهندس ايه تلخبط الدنيا شويه. سيف ايوه باشمهندس ابو بكر باشمهندس احمد بيقول لي سيف. الله ينور عليك يا هندسه. تمام طيب عندنا ايه تاني يا باشمهندسين بعد ما عملنا كل الكلام ده بالايزوليت؟ اهو بيعمل سيف لسه الحمد لله.
يا الله يا رب يا كريم. تمام، نفتح كده نقفل عن الاند ايزوليت. نبتدي بقى نجيب ايه؟ في عندنا ايه تاني في البلوكات بره؟ ده فازه، ده مش فازه، دي خناقه. في بوفيه اهو، صح؟ تمام، ده البوفيه بتاعنا، ونبتدي نجيبه برده نحطه جنب الايه؟ انا بص عليه كده بس من ايه؟ من نعمله كده ايزوليت لوحده كده، بص عليه. هنا طبعا البوفيه ده واضح ان هو محتاج يتظبط، ليه؟ نزل باباجوره واحده، صح؟ فاثينك ان هو محتاج ايه؟ اباجوره كمان، يعني ده تعمل لها ايه؟ ميرورد كده، خلاص؟ على الناحيه الثانيه. انستنس، واقول لك هتالي فين بقى، امشيها لي على الاكس، اوكي؟ ونبتدي نزود المسافه تقريبيا كده. طبعا في عندي ميرورد على، او في عندي تولز كده كنت بشتغل بيها، لكن يعني ها مش وقته دلوقتي. هنظبط كده تقريبا، يعني تقريبا كده اهو، ماشي اوكي. ده كده اهو، ادي البوفيه بتاعنا، وناخد البوفيه كله ده نعمل له ايه؟ جروب، ايا كان اسمه مش فارق معايا. وابتدي اخد بقى البوفيه ده، ابتدي اسقطه فين يا باشمهندسين؟ في مكانه برضو عند الايه؟ السفره بتاعتنا. تمام، ادي السفره بتاعتنا، كبر كده. طبعا هو حجمه طبعا اوفر قوي، فهنظبطه دلوقتي. هنشوف بقى الحجم بتاعه، هات لي برضو الميجرمنت. امر الميجرمنت ده طبعا في بعض الناس ما كانتش تعرفه، لكن الامر ده مهم جدا. هو ده الريفرنس بتاعي تقريبا في الشغل بتاعي، يعني ان انا دايما ببقى شايف الابعاد عشان ما ابوظش الدنيا، وابقى شغال بابعاد يعني عشوائيه. هنا برضو كده عايز برضو يصغر سنه صغيره قوي، يعني اخد كده 10 سم 10%، حلو قوي كده. لان سقطوا بقى على الحيطه تحت الاماليك، يا دوب يعني عارفين يا دوب هو جاي ايه مع الحيطه. انا ممكن اخده هو كده والحيطه وابص عليهم هما الاثنين ايزوليت. تمام، هتلاقي ايه يعني ها عارفين اللي هو ايه، عايز يعني سكيله صغيره قوي 10 سم، حلو جدا. بس بارك الله فيما رزق، خلاص كده الدنيا زي الفل. تمام، عايز تظبطه بالظبط بقى، ممكن ايه تبقى تسكله فقط على محور اللي هو الايه الاكس فقط. ده كده اهو على الحيطه، تمام زي الفل، مفيش ادنى مشكله خالص بفضل الله. تمام كده، عايز تكبره شويه ولا حاجه؟ ممكن نكبره لك عشان نغطي المساحه كلها لو انت محتاج، فممكن نعمل سكيل بس على الايه الاكس فقط لغير كده اهو. تمام ماشي، وتوصله بقى زي ما انت عايز، يعني اعتقد كده كفايه عشان بقى لو في بانوهات او حاجه ما تبقاش الدنيا مش مظبوط. في حاجه هنا تقريبا ده مقلوب، هنبص كده عليه من هنا، اعتقد ان هو مقلوب وطاير في السماء اساسا. ماشي، فده محتاج يتعمل له برضه ميرورد نوكلون، واقول لك ايه ايوه كده مظبوط، يبقى ظابط البانوهات على الحيطه. واللي طاير في السماء ده اقول له بعد اذن حضرتك مع الارضيه، انزل لي بقى ايه في الارض كده تحت. ماشي، وبعدين ابقى اظبطه مع الايه البلاط بتاعي او الفلور بتاعتي. اجيب بقى الارضيه اللي هي دي القلم بتاعي، ما عنديش مشكله خالص في الحاجات دي. اتمنى تكون الناس يعني فاهمه الامور دي، ما يكونش حد شايف فيها صعوبه. يعني حد شايف فيها صعوبه يا جماعه؟ ها؟ حد شايف فيها صعوبه؟ محدش بيرد. ها؟ حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه ده؟ طب حد فاهم حاجه؟ طب كده خلاص، خلصنا الدنيا بتاعتنا دي. طب الحمد لله، اعتقد كده فرشنا تقريبا السفره زي ما انتم شايفين كده، والحمد لله واخده مكان برضو حلو، وفرنا برضو مكان العمود. ادي السفره والبانوهات، وادي الفرش بتاعنا. تمام اوكي، اعتقد الحمد لله الدنيا يعني الى حد ما مظبوطه. فاضل عندنا فقط ايه بقى؟ الركن اللي هنا دي، صح؟ عايزين ركن. في تكييف لسه، في بلوكات هنا تكييفات، صح؟ لسه في تكييفات، ولسه في اباجوره غريبه عجيبه اللي هي قد المشروع كله. ناخد التكييف ده، اعتقد وشه هيبقى اللي هو الكيرف اللي قدام ده كده، فاخد التكييف ده كده انزله عندي في المشروع. تمام، طيب انا كده التكييفات عندي بقى، انا عندي كام تكييف؟ انا عندي حوالي تكييفين. تمام، تكييف هيبقى هنا في الجزء ده، في الحته دي كده، مش هحط على الشباك بقى عشان هنا في ستاره. تكييف هيبقى هنا، وتكييف هيبقى هنا، خلاص. فناخد التكييف ده اعمل له مثلا ساي روتيت. تمام كده، وسقط التكييف ده فين؟ هنا على الحيطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي كده، عند البانو. ماشي اهو كده، واظبطه على الحيطه وخليه كده في النص كده، في نص الايه البانو ده. تمام، طوله قد ايه وابعاده قد ايه؟ هنشوف كده. قال لك كام؟ 20 سم السمك بتاعه في 79، اللي هو حوالي 80 سم.
في 29 سنتي، يعني هو صغير شويه بس اعتقد ان هو الى حد ما معقول. ماشي شغال خلاص. فين هو؟ نبص عليه كده اهو، بس هو في الارض خالص. هنبتدي نرفعه بقى في الزد فوق. ماشي اهو، نبتدي نطلع بيه كده. ايه نحطه فين؟ في وسط الايه هنا، بيبان معانا اهو، شايفينه كده يا جماعه؟ اوكي اهو تمام. ادي التكييف بتاعه. طبعا بيبقى ارتفاعه طبعا فوق، في اقصى ارتفاع للغرفه، يطلع فوق كده اهو، يبقى تحت الايه الجزء بتاع البانو على طول. طبعا المفروض ان هو بيبقى فين؟ في النص بالظبط، يعني انا في نص البانو بالظبط. ده اعتقد هو كده في نص البانو، ولا محتاج يترحل سنه؟ اعتقد محتاج حاجه بسيطه قوي يعني تقريبا تمام. والتكييف ده برضه هتعمل زيه بس الناحيه الثانيه. خلاص شيفت برضه كده ماشي اوكي. وبعدين هعمل له ميرورد. عفوا انا مش شايف، اجي كده اعمل له كده ايه ميرورد اوكي، وادي على الاكس بتاعه اهو كده خلاص تمام. وابتدي اسقطه برضه فين؟ نفس المكان هنا بس فوق الايه الصالون هنا كده ماشي تمام. بقى عندي كده اتنين تكييف بيخدموا على الشقه كلها تمام. اعتقد هيبقى كافيين قوي. مش هحط طبعا فوق السفره تكييف تمام، المفروض اتنين تكييف خلاص في الغرفه، فخلاص فالدنيا عندي ايه مظبوطه باذن الله. فين التكييف؟ اهو هنا ببص له بس كده عشان اشوف الارتفاع وتظبيطه عامل ازاي. فين هنا؟ بسم الله، وسطانه بين البانو كده اهو، نوصله كده في النص بين البانو كده بالظبط، يبقى شكله برضو ايه مظبوط يعني تمام كده يا باشمهندسين. ادي التكييف بتاعنا. ايه تاني عندنا؟ في الفازه الغريبه العجيبه اللي هي جايه دي كده، حاجه طبعا مهوله جدا معرفش ايه. وفي حاجه هنا برضو ايه دي؟ مش عارف ايه دي. طب انا اشوفها كده من هنا بعد اذنكم معلش. ايه دي؟ الطقطوقه اهي، حلو جدا. طيب جميل قوي. دي الطقطوقه اهي، نحطها فين؟ جنب الطقم بتاعنا الجميل ده. ها واحده هنا واحده هنا، صح كده يا باشمهندس محمد ابو بكر؟ ادي واحده اهي. طبعا هنا لو حطيت واحده جنب باب البلكونه اعتقد ده هيبقى صعب شويه صح. يا اما احط واحده جوه هنا جنب، بس دي اعتقد دي كده كويسه، هيبقى مكان هنا كويس كده جنب الحيطه. واحده هنا بقى بس تاني مش ظريف. ورا الكنب هنا برضو عمليه، اعتقد تقطوع واحده كفايه، نحط تقطوع وخلاص. وعليها الفاز بتاعتها، نشوف برضو تقطوع الميجرمنت بتاعتها ايه. اعتقد معقوله، مش وحشه يعني، مساحتها معقوله. حط عليها بس الايه الفاز الخزعبليه دي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، اللي هي فاز بارتفاع عماره يعني ماشي معرفش ليه. خلاص ناخد الفاز دي كده جروب برضو. ارتفاعها ما شاء الله 7 متر وشويه. عارف انت عارفين حاجات كده بتبقى حاجات كده تملى العين يعني، حاجات بتبقى ايه جميله كده، تحس ان انت ايه يعني ما شاء الله يعني ايه بلوكات متغذيه يعني ماشي. بص كده على البلوك كده بقى كام؟ 2 متر وكل ده 2 متر وشويه ما شاء الله تبارك الله يعني. خلاص برضو هنجيبها كده شويه بقى نظبطها هنا. تمثال الحريه بالظبط، احجام فرعونيه على راي البشمهندس ابو بكر يعني. يعني عارف انت ايه، تحس ان حجم فرعوني يعني، حاجه كده تحط في معبد ما تحطش في شقه يعني. خلاص الناس دي كانت بتسكن في معابد كده، حاجات باحجام مهوله، فهم دي اللي تناسبهم الحاجات دي. اعتقد كده 50 سم في كده 50 في ماشي متر، بس متر برضه ارتفاعها كبير قوي، لا نصغرها سنه كمان. ادينا بعد كام؟ 40 سم، نصغر كمان شويه. طبعا في ناس بقى بيقول لك ايه يا عم انا اقعد اوجع قلبي، يقوم جايب البلوك حاطه زي ما هو وخلاص، وتلاقي بقى احيانا تلاقي نجفه كبيره، تكييف كبير تمام. فالحاجات دي كلها لا، الحاجات دي بتفرق معانا، لان شويه التعب دول بيخليك في الاخر تطلع شوت تشوفه تقول لا الشوت ده عليه شغل او مظبوط او ابعاده تمام مظبوطه. لو انت تطلع شوت دروينج صح وتشتغل عليه يعني، لو انت بقى عامل حاجه بقى كده هوايه وخلاص، ومجرد ان انت تعمل حاجه في الفضاء تمام، فدي حاجه بتاعتك انت يعني، انت بقى ساعتها بقى مش هتهتم بايه بابعاد ولا الكلام ده كله. نشوف بقى الاباجوره طبعا ما شاء الله طايره برده في السماء، نبتدي نظبطها الاباجوره دي بعد اذن معالي جنابسي على الطقطوقه دي. اوكي فرجني كده ماشي، بس انا محتاج ان انا اوسطنها في الزد كده يعني تقريبا، بنوسطنها باليد اهو.
يعني توصيل كده ايه تقريبي يعني، هي تقريبا كده اهي مظبوطه يعني. نرجع سنة كده، بسم الله، اعتقد كده يعني ايه معقوله مش وحشه. خلاص وادي التطوات بتاعتنا وادي الدنيا بتاعتنا الحمد لله، واعتقد انها مظبوطه يعني وحجمها بقى مناسب دلوقتي. طيب ايه عندنا تاني؟ سيف، ايوه الله يبارك لكم، عشان بس سيف. الترابيزه المربعه نخليها مع الركنه اللي هي المربعه اللي في النص دي. لا في ترابيزه تانيه يا باشمهندس سمية انا شفتها عجباني بصراحه. هوريها لك دلوقتي، بس بشوف بس نجي نشوف الركنه الاول. خلص اخينا داخل السيف بتاعه. حلو جدا كده، تمام حلو قوي. اعتقد ان الجزء ده خلاص تقريبا اتفرش، فاضل عندي بقى الركنه والتلفزيون. انا عندي ركنه وتلفزيون هنا، انا محتاجهم، عايز اشوفهم هما فين. انا ناقصني الحاجتين دول، في حاجه تانية بره منسيه. طبعا هنا عندي بقى سيكشن، وعندي حاجات اللي هو السيكشن بتاع السويب والكلام ده كله. اعتقد ان انا خلاص بقى دلوقتي انا ممكن افضي الملف عشان اخف بس على نفسي شويه. وهنا جزئيه هنا محتاجين السبوتات. السبوتات يا باشمهندسين احنا نسينا السبوتات وعايزين ركنه، ماشي سبوتات وركنه. طيب تعال بقى هنا كده نطلع بقى ايه نشتغل كده. عايزين ركنه، عايزين ركنه. فين الركن؟ فين الركن؟ فين الركن؟ ماشي بسم الله. في الترابيزه دي يا باشمهندس كنت بقول لك عليها، انا كنت ممكن احطها للركنه. فهمتني يا باشمهندس سميه؟ ستيل دي ممكن احطها للركنه، اعتقد شكلها ممكن يبقى افضل من المربعه يعني، وتبقى مستطيله زي الركنه يعني، بفكر فيها يعني. طيب عايزين ركنه، عايزين ركنه، عايزين ركنه، بسم الله. عايزين ركنه، عايزين ركنه. مفيش ركنه هنا خالص، مفيش ركنه هنا خالص، بسم الله. طب ايه؟ لا ما احنا كده محتاجين ركنه يعني، احنا كده محتاجين ركنه. معقوله مفيش ركنه هنا؟ لا ده المفروض يكون في ركنه. طيب انا هخش ممكن على بسم الله، اخش عندي هنا على البارتيشن على الشغل بتاعي انا شويه ركنه كده سريعه، ونجيب عندنا برضو الايه جزئيه السبوتات، برضو السبوتات بتاعت الايه الاضاءه الموديل. ماشي في لايت سبوت هنا، في سبوت لايت، اعتقد ان هنا في سبوت. ده في حاجات جميله جدا والله، في حاجات هنا. ماشي اوكي خلاص، عايزين بس السبوتات فين اهي، بسم الله. ايوه لا بس ده، لا ده ابيض، لا مش هينفعني، انا عايز حاجه يكون فيها ستيل عشان الكلاسيك. بسم الله. لا يبقى السبوتات دي لا، انا عايز سبوتات تاني. بسم الله. مودرن، مودرن ممكن اجيب ركنه من هنا على طول بقى، ممكن نجيب ركنه من هنا على طول. بص على دي ايه دي، لا دي لا دي صغيره، لا دي صغيره. ركنه 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 بسرعه كده، فين؟ بسم الله بسم الله. ده ايه؟ لا دي لا. ركنه 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 يا ابو خطاب، ركنه ركنه ركنه. ده سرير 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 بيد، مش فين ركنه دي؟ بسم الله. ايه رايك يا باشمهندس ابو بكر؟ ولا دي كبيره؟ اعتقد دي كبيره دي، صح؟ اعتقد دي كبيره، دي كبيره قوي. لا هتبقى متعبه، لا نشوف حاجه ثانيه افضل شويه. ده بقى الاندماج. باشمهندس محمد زنون، تمام يا باشمهندس. ايه ده؟ ده ركن سرير ده كبيره. ماشي ننزل تاني تحت كده شويه. بسم الله. ممكن دي، اعتقد دي باشمهندس ابو بكر. هي دي مودرن صريح يعني، خد بالك انت، دي مودرن صريح ما فيهاش اي طبعا. ما احنا خد بالك يا باشمهندس، احنا بنعمل لايت كلاسيك، احنا مش بنعمل كلاسيك صريح ولا بنعمل مودرن صريح، احنا عاملين ايه بنميكس احنا من عندنا بقى، عارف انت اللي هو الميكس 3 في 1 اللي هم بيعملوه ده كده، احنا بنعمل ميكس 3 في 1 يعني. خلاص فده اللي احنا بنعمله. طيب دي ركنه بس دي صغيره قوي برضو، لا دي صغيره. هي اللي فاتت اعتقد مناسبه، بس برضو بشوف لو لقيت حاجه افضل شويه اللي هي 653 دي. اوكي ماشي. بسم الله. شوف ركنه ثانيه برضو، فاهم طبعا، بس اللي هو لازم يكون كل منهم قريب من الاخر، ما يكونش مودرن بحت ولا كلاسيك. بالظبط يا باشمهندس، عشان كده بدور يعني، انا كده بدعبس برضو يعني، انا عشان كده انا قاعد ايه بدعبس
لحد ما اوصل للحاجه اللي انا اشوفها مناسبه يعني. السفره دي على فكره حلوه جدا، مش عارف ليه ما خدناهاش او ما شفتهاش بصراحه، اعتقد دي جميله جدا يعني مناسبه. ماشي مش مشكله مش مشكله على فكره، وماشيه مع لون ال ماشيه مع لون الصالون 100%. صح باشمهندسه، كانت باشمهندسه سميه كانت بتكلمني على اللون، صح باشمهندسه سميه ولا باشمهندسه مين؟ كانت بتقول لي مش هيبقى ماشي مع اللون ده، السفره دي ماشيه مع اللون بالظبط يعني بلا ادنى شك. باشمهندسه شمال دي بصراحه ماشيه مع اللون قوي، والركنه كمان بيج مع الترابيزه، فالدنيا ماشيه ماتشنج حلو، فدي حلوه. لا ناخد دي. شوف بقى انت وانت شغال كده بتلاقي حاجات، لا انت ممكن تغير وتتقلب يعني، انت بتقلب كده بتخش جوه المطبخ بتاعك تمام، اللي هو بقى ايه، انا يعني انا مكتبه البلوكات بتاعتي، تعيش بقى جوه بقى زي ما انت عايز، تطلع بقى يمكن تعمل حاجه وتلاقي حاجه تغيرها تمام. فاحنا معلش بقى ايه، هنيجي هنا نقول لا معلش ليه يعني الجزء بتاع الايه السفره اللي ساعتك اديتها لنا دي مش عجبانا بصراحه. ممكن ناخد السفره الجميله دي، اعتقد شكلها مناسب جدا وممتازه بصراحه، كان عاجباني، فناخدها واحطها هنا كده، اقول له بعد اذنك اعملي لي هنا ايه ميرجد هنا، السفره دي ممتازة وماشية مع اللون مظبوط. يا الله تمام ما شاء الله، وجايب البوفيه بتاعها واخر دلع يعني، الراجل بصراحة مش حرمك من حاجه، جايب عدته بكل حاجه. لا نشتغل عليها شويه بقى، لان دي محتاجه تحتاج مننا شويه شغل كده، لازم تتظبط تمام. نبص عليها كده لوحدها، بسم الله، نعمل لها كده ايزوليت لوحدها عشان نبتدي نظبطها الون يعني تمام. مديك بقى تكست بقى ان هو ايه اسم الموقع والكلام ده، طبعا احنا مش هنستخدم اسم الموقع ولا الكلام ده كله، مع كل احترام وتقدير يعني تمام، يعني اسم الموقع والكلام ده كله مش هيظهر لنا فيه. خد السجاده كلها ومشي. ماشي ديليت، عايز الموديل، عايز بس كده، هو معمول الجروب ولا مش معمول جروب، انا عايز بس النيم بس. ماشي مش مشكله مش هتفرق في دي خلاص. ادي كده الجزئيه بتاعتنا تمام، ادي السفره في كل حالاتها اعتقد، وجايب النجفه كمان. بص اخر دلع يعني، الراجل جايب لك مش حرمك من حاجه من الاخر تمام، بالبوفيه بالمرايه بكل حاجه، فانت ممكن تاخد كل ده كده تعمل له ايه. ها طبعا ده كل ده تعمل له ان جروب، ماشي ربنا يستر يعني، انا من كده ان جروب عشان احاول اشوف ان انا ايه، لو التكست ده لوحده بيطلع ممكن اشيله، مش عايز هو محفور في الارضيه، مش مشكله كده كده مش هيبان في الارضيه قوي، هاخد كل ده كده ايه اعملها جروب. دينينج دينينج روم، ماشي اوكي خلاص، يبقى ده الدنينج روم. حلوه قوي جميله جدا، واكيد اعتقد انها هتلاقي ابعاد مظبوطه بصراحه، ميجرمنت هتلاقي كده لو بصينا الابعاد بتاعتها لسه بيحسبها. ماشي 3 في 3 بعد بالبوفيه كله، كده مظبوطه يعني، هي هتلاقيها مظبوطه تمام التمام معاك يعني، هي جايه كده ايه مع الاوضه 100% احسن من بصراحه من اللي احنا حاطينها دي، فاعتقد ان دي كده ممكن اخدها بقى نرميها بره كده، وانا بعد اذنك اطلع بره، والبوفيه بتاعك ده كمان ماشي يطلع بره برضو كده زيها كده معاها كده، ايوه بالظبط انتوا الاثنين كده بره، وتعالوا لي بقى هي هات لي الايه السفره بتاعتنا اللي احنا شايفينها تمام وعجبانا، ناخدها كده ونقول له هات لي السفره دي بعد اذنك، نبتدي ننزلها فين في المكان بتاعنا ده. ممكن اخد السفره مع الحيطه وابتدي انظمها، اي ثينك ان هيبقى افضل واخف على البرنامج لحين تظبيط ال الدنيا عندنا شويه. اخد بقى كده السفره دي، سوري عفوا كنترول زد، اوبا لا اوعى باشمهندس محمد بيقول انت عايز تشغل النجفه دي ولا نشيل ولا نشيل النجفه اللي بره؟ يعني عايز تشغل النجفه بتاعتها ولا نخلي النجفه القديمه قصدك؟ بس بتقول لي والنجفه موجودة والنجفة تطلع بره، قصدك نحذف القديمة ولا الجديدة بقى؟ يعني أنت عايز تحذف اللي الخل اللي جاي مع السفرة ولا قصدك على اللي احنا كنا حاطينها نشيلها؟ نشيل القديمة، ماشي أوكي حاضر. أوكي ماشي.
نحذف القديمة ونسيب الجديدة. عناية، حاضر يا هندسة. جهزت ال تماما طبعا، لان السي عندي خلاص بقى يعني مساحته بقت اوفر قوي، فمحتاج ان هو يتظبط. ف ماشي، هحاول طبعا اظبطه ان شاء الله في بعد المحاضره. احنا خلاص اصلا فاضل لنا حوالي تقريبا الوقت، يمكن خلاص قرب، فانا ان شاء الله مجرد ما اقفل معاك وابتدي اظبط الايه الحاجات اللي عندي دي. طيب اوكي، نعمل كده روتيت على الزاويه، نبتدي نظبط بقى البوفيه بتاعنا كده. طبعا البوفيه بتاعك بقى يا باشمهندس بقى ايه، هيختلف شويه. انا ممكن افك البوفيه البحت واظبطه يعني، ما عنديش مشكله. بسم الله، واحدة واحدة بس، واحدة واحدة، مش لازم اللفة دي كلها. طيب كده كده مفيش وسط. قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، ايوه يا اخي يا اخي، بالراحه واحده، ايوه كده برضو ماشي تمام اوكي. ممكن نعملها كده، هتبقى كده هتظبط بقى شويه خلاص. يبقى انا ممكن انقل البوفيه زي ما الباشمهندس محمد كان عامله، اخلي البوفيه الناحيه دي واجيب السفره كده، ولا تخليه كده يا باشمهندس محمد زي ما انت، بس بالتالي كده المساحه مش مستحمله بصراحه. اعتقد ان انا لو ضميت السفره لجوه والبوفيه هنا اعتقد ده هيبقى افضل، او ممكن ارحل البوفيه شويه لان كده محتاج الدنيا تظبط شويه. المساحه باظت خالص، المساحه باظت خالص. فانا لو طلعت كده بره شويه تمام، وعملت عندي انجروبت او انجروبت تمام، رحت واخد دي لوحدها كده جروب لوحدها تمام ايا كانت، وخدت كده السفره لوحدها ماشي. تقريبا هتحتاج مني سكيل حاجه بسيطه يعني، ممكن تصغر معايا كده سكيل على حاجه بسيطه، ممكن اصغرها مثلا كده شويه. يعني ممكن اصغرها كده على قد التانيه، فاهمني كده هندسه؟ فهي كده المسافه مظبوطه. البوفيه بقى اتحط فين؟ هي دي المشكله، ان انا احط البوفيه فين؟ ممكن احط البوفيه وسط هنا، بس اعتقد هيبقى صعب شويه يعني، البوفيه ده محتاج يتظبط. طب لو صغرت البوفيه كده شويه زي التانيه تمام، عشان اظبط الفرش بتاعي اعمل بوفيه كده معقول. واحد اتنين تلاته. لو انا خدت البوفيه ده كده وحطيته في جنب، هل هيجي هنا؟ مش هيجي هنا. طب لو رحلته كده برضه مش جاي. طب ده اظبطه ازاي بقى؟ عايزين نحط البوفيه. طب لو انا جبت ده كده، البوفيه مش هينفع صح؟ البوفيه مش هينفع. وبعدين يا باشمهندس، السفرة مقاسها دلوقتي في الميجرمنت بتاعتنا، يفتح بس بيعدها كده بيحسبها، 2 متر في 2 متر 70 اللي هي الواي، 2 متر 70 طول يعني حوالي 2 متر 70 طول و2 متر عرض تمام، وارتفاع 3 متر، بس ارتفاعنا بالنجفة بالكلام ده كله يعني. انا عارف انها اقل، ممكن نصغرها كمان شويه يعني، ممكن لو جينا في 3 دي كده نبص عليها ممكن نصغرها سنه، بس الفكره مش عايز العب في الزد يعني، الارتفاع مش عايز العب فيه، فانا ممكن اصغر بس هي كده حلو يعني. بص هي يا دوبك عارف انت جوه الاوضه اهي يعني، هصغر اكتر من كده ايه؟ هي جوه الاوضه اهي، اصغر من كده اكتر من كده ايه؟ يعني هي يا دوبك في الاريا دي تمام. فهي دي بقى المشكله، يا اما رحلها شويه لقدام واحط البوفيه وراها، مضطر يعني. ممكن اجي اعمل هنا كده حركه برضو، هقفل بس الميجرمنت عشان ما يحسب معايا كل شويه. ممكن اعمل حركه تانية جميله شويه، انا ممكن اخد السفره دي لورا كده
تمام لحد العمود كده شويه واسقط البوفيه وراه، ما قداميش غير كده. يعني انا ما قداميش للاسف غير كده. يعني احط البوفيه اهو تمام في الكورنر ده كده زي ما انت كنت حاطه بالظبط يا باشمهندس ابو بكر كده. تمام اهو بالظبط ماشي، او مصطنه كده تمام، والسفره تتسقط عليه خلاص. ما عنديش حل تاني غير كده بصراحه، يعني انا ما عنديش حل تاني غير هذا الامر بس. تمام يعني انا ما عنديش حل تاني غير كده فعليا اهو حتى الان، فانا ما عنديش حل تاني. هنا بقى ممكن احط مرايه، احط اي حاجه تانيه مش قصه، بس انا مش هينفع. يا اما بقى اطلع السفره دي اللي بره هنا كده اول العمود ده كده، ان ممكن برضو الطريقه التانيه ان انا ممكن امشي محاذاه العمود ده، فاهمني؟ بمحاذاه العمود ده كده واخلي البوفيه هنا، يعني فهمت بقى؟ دي الفكره التانيه. ممكن نعمل دي كده خلاص برضو اهو دي كده، وسقط ده هنا البوفيه هنا ماشي. ساعتها بقى اكبر السكيل تاني بتاعه اللي انا كنت صغرته ده كده اهو، واخليه مثلا هنا كده في الوسط مثلا. ده برضو حل تاني، اسقطه على الحيطه كده تمام ماشي. والسفره تبقى ماشيه في حيز الايه؟ العمود ده كده، الحيطه دي ماشي. ايه رايكم كده؟ اعتقد كده معقوله يعني. اعتقد كده احنا ايه حلينا المشكله بتاعت الايه السفره، يعني كده شكلها كويس. بس هنا طبعا محتاجه حاجه هنا، حط لها بقى مرايه، نحط لها اي حاجه دي نحاول نظبطها، او نخلي البوفيه هنا ونخلي المرايه هنا. دي سهله جدا، هبص بقى الدنيا بتاعتنا عامله ازاي. نشوف كده بسم الله تمام. عندي هنا اباريك وعندي الدنيا خلاص. النجفه دي بقى ايه؟ عايزين تشيلوا النجفه القديمه وتسيبوا الجديده؟ عايزين النجفه تشيلوا القديمه وتسيبوا الجديده؟ باشمهندس ابو بكر ماشي، هو عجبه النجفه الجديده ماشي. اوكي يا هندسه، طبعا السفره ما شاء الله طايره في السماء. عايزين نظبط بقى ايه السفره والاثنين دول يبقوا معمول لهم كده اللاين على الارضيه. ايوه كده تمام اوكي شكرا. النجفه دي عايز تسيب الجديده وتشيل القديمه، ماشي خلاص يبقى سيب النجفه دي. اوكي مش عارف، حاسس ان ممكن يكون بوفيه صغير شويه، كبره ولا ايه؟ ارتفاع البوفيه كام؟ ارتفاع كله متر ونص اعتقد، صغير صح؟ ممكن نطوله شويه. ممكن احط نحط بقى انا فين السيلينج؟ السيلينج السيلينج ده عايز اشوف السيلينج سقف اللي فوق. بص النجفه طبعا ايه مش نافع الكلام ده، فانا ممكن ارفع الزد لان لازم اظبط بقى سكيل، اطول شويه تمام لان لازم ايه. طب كده معلش عفوا السقف ده الت اكس كده اشوف. اعتقد ان انا محتاج ان انا اظبط النجفه شويه، ولازم اطلع بقى ايه، ممكن اقوم واخد بقى كل ده ماشي دول، وابتدي اظبط الزد بقى سكيل على الزد بس، فاهمني حاجه؟ كده كده لا كده اوفر قوي كده، حلو قوي بس كده، لا سنه بسيطه بس فقط بس كده. اعتقد كده الدنيا ايه يعني مظبوطه ماشي. وناخد ده كله بقى نعمل لهم ايه برضو اللاين على الارضيه دي، هتلاقي الدنيا كده ظبطت بالظبط باذن الله، هتلاقيها ماشيه مع السقف اهي بالملي خلاص. ظبط كده معنا الحمد لله رب العالمين كده. ده ايه ظبطنا الاوضه تمام التمام، ما عادش عندنا مشكله باذن الله. هو الفكره بتاعتها يا باشمهندسه هي دايما النجفه ماشي، ممكن نرفع النجفه شويه، يعني ممكن نسقط النجفه شويه او نرفعها سنه، دي بسيطه يعني ان شاء الله، دي في ايدينا يعني تمام. البوفيه برضو بتهيألي ممكن يحتاج يكبر شويه ولا ايه؟ اعتقد ان هو محتاج يكبر شويه، يعني ما اعرفش ليه بس حاسس ان هو ممكن يحتاج سكيل شويه لقدام وشويه عرض كده، يعني في الواي وفي الاكس. يعني ممكن اسكله كده في الواي كده شويه وفي الاكس كده شويه، يعني اعتقد كده يبقى مناسب افضل يعني من الاول تمام، بحيث البوفيه يبقى ايه واضح شويه ورا كده كده. اعتقد كده البوفيه كده كويس معقول صحيح كده، يعني حتى لو بصيت كده تحس ان هو ماشي من نفس الايه السفره، وممكن برضو يتوصل افضل على السفره بالظبط، يعني ممكن اوصله كده في نص السفره بحيث ان انا ما اشوفه من ورا السفره هنا كده تمام، اي اتجاه من دول كده اهو. لما اشوفه كده من ورا السفره يبقى احس في النص بالظبط على قد ترابيزه السفره بالظبط، فاهمين يا جماعه؟ يبقى هو متوسطا كده بالظبط على قد الايه؟ طول السفره، ما هو طول السفره بالظبط، هو طول السفره. تمام؟ طيب حلو جدا، كده انا خلصت ايه الجزء بتاعي ده كده. ممكن بقى النجفه البشمهندسه زعلانه من النجفه شويه، فممكن نعمل اوبن سورس وناخد الحاجه نجفه دي شويه تمام، عشان البشمهندسه شايفه انها اوفر، ونعمل لها سكيل شويه لفوق طول
تمام عشان ايه ما تضايقش الناس اللي قاعدين بياكلوا، ونرفعها كده لفوق شويه اهو. اعتقد كده الدنيا ايه كده كويسه يا باشمهندس، ولا نرفعها تاني؟ هندسه ها كويس كده ولا نرفعها تاني؟ اوكي ماشي كده حاجه بسيطه قوي على السقف كده الدنيا تمام باذن الله. خلاص كده اوكي اعتقد كده يعني على الاخر عايزه تعلى سنه ملي بسيط بس كده اعتقد كده ايه الدنيا طلعت فوق البلاطه. ماشي كنترول زد ترجع تاني بس حلو قوي كده ماشي خلاص كده عشان بس الباشمهندسه بتاعتنا ايه ما تزعلش مننا وتقول لك ان احنا ايه كده تمام كده حطينا السفره واعتقد الحمد لله لان السفره كويسه نسيف بقى ونمسح النجفه القديمه يبقى احنا كده ظبطنا الدنيا بتاعتنا. تعالى بقى نرجع لمين؟ للبلوكات بتاعتي تاني تمام. البلوكات هنا بقى ايه لقينا شويه حاجات كده واحنا شغالين فالدنيا معانا الحمد لله ايه تمام. طيب جود ماشي نعمل ايه تاني بقى؟ بسم الله نرجع نشوف الحاجات بتاعتنا. ركن تاني ايه بقى؟ ايه الركن اللي عندنا تاني؟ انا كنت فين؟ بسم الله شفنا كده السفرة اهي اللي احنا خدناها ايه دي؟ ركنة معقولة. ايه رأيك يا باشمهندس محمد باشمهندس ابو بكر؟ ايه رأيك في الركنة دي؟ ليها خشب ما دام فيها خشب خلاص وتفصيلة كده في النص يبقى اعتقد ان احنا دخلنا في جزئية الكلاسيك واللون برضو ماشي مع البنفسجي اللون بتاعها ماشي. طيب دي نقطة خلينا بقى نشوف برضو حاجة تانية برضو بنتفرج اهو مع بعض بس الفكرة ان انا ايه يعني انا برضو بتفرج وبشوف وبقارن لحد ما اوصل اللي انا عايزه لحد ما الاقي اللي انا عايزه. ايه دي؟ دي يعني ممكن تمشي وممكن بس اعتقد دي برضو يعتبر يعني باشمهندس انا بتقول لي اباليك للغرفه. اباليك ايه بقى باشمهندسه هنا؟ احنا حاطين اباليك للغرفه. ايه بقى الركنه دي؟ نشوف كده بسم الله. لا دي مودرن قوي، دي مودرن صريح. طيب ماشي ماشي دي ايه دي؟ دي سفره برضه اهي برضه جميله بنفس النجفه بالحاجات ستايل نفسي بس لا اللي احنا خدناها ماشي مع اللون ماتشنج كويس جدا. طيب ايه تاني؟ اعتقد ان احنا الركنه اللي فوق هي اللي ماشيه بالنسبه لنا اللي احنا شفناها فوق دي هي دي الايه الكويسه حتى الان صح كده يا باشمهندسين؟ في اباليك عند باشمهندس هنا في اباليك عند السفره باشمهندس هنا رقم 650 رقم 650 فين 650 يا باشمهندس اشوفها حالا لحظه اللي هي كنا فوق بنتكلم في كان في ركنه بنتكلم فيها فوق بس اي ثينك ان اللي تحت احسن منها بس هنشوف فين تاني الركنه. اعتقد كان في ركنه كنا شفناها وقلنا نرجع لها تاني 653 اللي هي دي تمام صح كده يا باشمهندس ابو بكر؟ هي دي اللي كان فيها الخشب وقلنا دي ممكن مش عارف ايه بس دي كانت يعني دي صريح قوي تمام. لو عجباه دي مفيش مشاكل يعني انت لو عجباك دي اوكي بس انا شايف ان يمكن اللي تحت دي افضل شويه تمام لان فيها تطعيم خشب يعني دي فيها خشب كده واجزاء ورجول خشب لا ده فيها حته كلاسيك فدي كويسه شغاله معانا كويس تمام دي شغاله معانا كويس اوكي تمام. باشمهندس سند خلاص باشمهندس سند بقى دي جميله خلاص بقى باشمهندس محمد كمان برافو خلاص يعني خلاص الناس امنوا على الكلام ده تمام. فنيجي بقى هنا كده دي المابس دي حاجه هنا بقى في مشكله في اللغه الهيروغليفيه اللي بتظهر دي الكلام ده بس مش مشكله هنحاول ايه البلوك ان شاء الله يظبط معانا. هنزل برده البلوك ده كده عفوا احنا هنا في 3 دي كده اوكي تمام. نيجي هنا كده في اي كورنر كده او اي جنب فاضي ونحط بقى ايه نسحب دي كده دراج ودروب تمام نقول له ايه ميرج للفايل بتاعنا. يبقى دي الركنه بتاعتنا نازله هنشوف ايه اللي نازل معاها. يبقى كده خدنا الركنه كامله وفرشنا المكان بتاعنا كله ببان وشبابيك وكل الكلام ده لسه فاضل لنا فقط السبوتات
بعد كده نبتدي نحط الإضاءة والماتيريال ونرندر، يبقى خلصنا المشروع بتاعنا بإذن الله. طيب فين ما نزلتش هنا ليه؟ ماشي أوكي بسم الله. كل ده بيحمل الركنة، واضح ان الركنة افضل يعني تقيلة شوية، فهو بيحمل الركنة عندنا وهنظبطها برضو زي ما عملنا في موضوع السفرة. تمام، يبقى احنا كده فرشنا الثلاث غرف بتوع الريسبشن، الكنبة بالكرسيين، وظبطنا السفرة، وادي دلوقتي ان شاء الله بنظبط في الركنة ننزل. بس يبقى كده فرشنا الريسبشن بتاعنا كله، والحمد لله حطينا البيبان والشبابيك والستاير، فاضلنا فقط السبوتات. ايوه تنزل فين بقى دي؟ انزلي في المكان اللي يعجبك. ايوه في اي مكان كده اوكي ماشي. ده هو نازل مشهد كامل ما شاء الله، يعني هو الركنه نازله بمشهد بتاعها كامل بالكاميرا بكله. اوكي ماشي، نبص بقى كده على الركنه بتاعتنا ونبتدي نظبط الركنه. ماشي، يعني هو الراجل منزلها بمشهدها بكله، يعني عارف يقول لك انا عندي كل حاجه اهي جاهزه مجهزه. طيب نحاول نظبطها بقى، ده نازل باللمبه بتاعتها باللايت بالتلفزيون. طب نشوف الصوره بتاعتها كده لو في حاجه مش عايزينها منها. يعني ما شاء الله يعني نازله بالايه؟ بالديكور بتاعها كمان، يعني عارف اوضه كامله يعني. تمام، الكرسي باللمبه، اللمبه دي يمكن مودرن قوي اعتقد مش هتبقى مناسبه، ممكن نشيل اللايت ده، هو ستيل، هو في ستيل ممكن يمشي ده وده الجزء بتاعه ده كده. تمام اوكي شوت. طب في المكتبه دي نازله معاها برضو، اي ثينك احنا مش هنحتاج المكتبه، يعني انا ما اعتقدش ان انا محتاج المكتبه الظهر ده كله لان المكان عندي ما يسمحش، انا عايز الركنه بس. فهمنا يا جماعه؟ يعني اعتقد كل الديكور اللي حواليها ده انا مش محتاجه، انا محتاج فقط الركنه بتاعتي بالاضاءه فقط لا غير، صح كده؟ تمام؟ ولا حد عنده اعتراض؟ ايه اللي في الارض ده بقى؟ انا مش عارف ده ايه؟ نبص برضو في الصوره كده نرجع لها تاني. ايه اللي في الارض ده؟ ما مش عارف ده سجاده ولا حاجه تانيه؟ لا ده الارضيه، والسجاده اللي هي ايه الصغيره اللي تحت الايه الفوتيه بس ده كده بالكرسي ده، حلو قوي. يبقى انا كل الزيادات دي تمام، دي انا مش محتاجها ديليت، والمكتبه دي انا مش محتاج، انا بس محتاج فقط دول. ماشي كده اوكي، بحاول كده اختار بالراحه سيلكتد برضو كده كنترول. ماشي انا محتاج دول بس اعتقد ذلك، عملت كده موف بس انا محتاج دول. تمام الباقي ده كله بقى انا مش محتاج منه حاجه، ولا انتوا ايه رايكم؟ صعب قوي يا باشمهندس ايمن نعمل يعني الارفف دي، اصل دي مكتبه على بعضها فهماني؟ يعني ده بارتيشن على بعضه من السقف للارض، فهو مش الجزء الصغير ده، لا هو مش جزء واحد، ده الحيطه كلها مجلده. تمام باشمهندس ايمن، ومعموله زي المكتبه اهي، يعني بص كده الحيطه كلها لو بصينا كده في 3 دي هتبان معاكي بشكل اوضح. بصي اهي الحيطه كامله فهماني هندسه، فكل الحيطه دي هاخدها احطها تحت كده، المكان صغير قوي مش هيسع عندي، فهمتيني هندسه ولا ايه؟ تمام اوكي، فانا مش عايز الكلام ده كله كده خلاص، فانا مش محتاجه. طبعا في ستاره هنا حلوه وبيت ستاره كويس، اعتقد الستاره دي معقوله مش وحشه، واحنا خدنا ستاره برده حلوه مش وحشه يعني. ونجيب بقى كل ده كده ديليت خلاص مش عايزينه، والكاميرا دي مش عايزينها برده ديليت كده شكرا. يبقى ده كده الايه الركنه بتاعتي يا باشمهندسين. ايه بقى المربع ده؟ مش دي الارضيه اعتقد، يبقى ده ايه الركنه بتاعتي اهي زي الفل. ونحط التلفزيون بتاعنا كده بارك الله فيما رزق، نقول له كده جروب، نقول له ده اعمل لي ايه ده ركنه. تمام اوكي بس كده خلاص تمام الحمد لله، حتى الركنه بتاعتنا بدينا ايه نسحبها بقى ندخلها في المشروع بتاعنا ونشوف ابعادها يا باشمهندسين ونظبط عليها زي ما عملنا في موضوع السفر. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا الفرش بتاعنا. ماشي نكبر كده الايه عفوا، ادي الفرش بتاعنا اهو باللايت بكل حاجه، هنعملها بقى روتيت. ماشي هتبقى الركنه كده، لا العكس بالراحه، ايوه كده اهو. احجامها قد ايه؟ لو بصينا في الميجرمنت عشان نشوف الحجم بتاعها، الحيز هو بيحسب لنا طبعا الحجم بتاعها او الابعاد بتاعتها، ف او 4×5 اوضه كبيره شويه، فاي ثينك ان احنا محتاجين نصغرها سنه. يعني حاول اخليها حوالي كام؟ بسم الله لو بصينا على الاوضه دي على قد ما اخلي المساحه بتاعتنا بالظبط، يعني حوالي 3×4، اي ثينك ان احنا كده ممكن نكون ظبطنا
الدنيا بقدر الامكان عندنا، ونبتدي نسقطها بقى كده هنا. ماشي، طبعا هي اوفر قوي برضو، محتاجه تتظبط شويه، وهتبقى ماشيه على الحيطه كده. تمام، هتحكم بقى معايا فين؟ هطور اقول فين الول هنا راحت فين؟ الول اهو. لا ده هي ده داخله جوه الحمام، لا ارجع بره كده، انا كنت ماشي على البلاطه، فالبلاطه دي طبعا ما كانتش مدياني المساحه مظبوط، فانا ارجع كده عليها على الركن دي تاني. اوكي، ارجع كده سنه بسيطه لحد الحيطه بتاعت الايه البلكونه ورا. ايوه كده اوكي. طب انا محتاج برضو سكيل تاني، انا هنسكل تاني بقى، نصغر برضو شويه كمان عشان تظبط معانا المساحه بتاعتنا بالظبط. اعتقد محتاجه، هي كده ظبطت بالملي يعني، كده ظبطت بشويه. ممكن نصغر علشان برضو الركنه دي برضو نصغر تاني، مش مشكله. اعتقد كده يعني الى حد ما معقوله. ماشي، نحرك بقى كده شوية اوكي لحد الحيطة ونطلعها. عفوا طلعت قوي كده، ماشي، ونسقطها كده عندي في تبقى الركنة طبعا قافلة على الحيطة عندي هنا كده. ممكن بقى انا اطولها واوصلها بايدي، يعني ممكن اخد بقى السكيل بتاعي ده كده واسحب مثلا السكيل، اطول كده شوية واصغر كده شوية، يعني ممكن اضمها كده واغير كده زي ما انا عايز، ممكن اطول كده شوية فاهمني، ممكن اقصر كده شويه، ده اضغط كده شويه من الجنب يعني، يعني ممكن ايه اتحكم في الطول والعرض بتاعها من خلال السكيل زي ما انتم شفتوا كده، انا بتحكم في الطول والعرض بتاعها، بعد اظبطها زي ما انا عايز، واسقط دي كده تمام، واسقطها في النص كده هي عشان ما تبقاش داخله في الحيطه بالظبط. اي ثينك كده ان احنا الحمد لله تقريبا تمام، فرشنا كل اللي عندنا في البلان بتاعنا الحمد لله تمام كده. لو بصيت من فوق كده من الزاويه اهو، اعتقد كده عندي السفره والفرش بتاعي عندي كله مظبوط. ممكن السقف ده اقفله عشان تبان معايا بشكل افضل. تمام، اعتقد كده الحمد لله رب العالمين، الدنيا عندنا الاوضه اتفرشت تماما، فاضل لنا بس التلفزيون، جزء التلفزيون هنا في الحيطه تمام، وادي الفرش بتاعنا ما عندناش ادنى مشكله باذن الله، وادي السفره وادي الكلام ده كله. خلاص كده يا باشمهندسين، نسيب بقى كلامنا ده كده، الحمد لله احنا خلاص فرشنا البلان تقريبا كله، فاضل عندي فقط السبوتات، فقط عندي فاضل السبوتات، عايز احط السبوتات اللي عندي ويبتدي احط الاضاءه وابتدي اشتغل على الايه الشغل بتاعي. تمام كده يا باشمهندسين، حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلناه يا باشمهندسين؟ تمام باشمهندسين الاعزاء، حد ليه اي استفسار؟ تمام، احنا كده النهارده طبعا وقتنا خلص، خلاص 17. اتمنى تكون محاضره النهارده كانت خفيفه ومفيده بالنسبه لكم، واتمنى ما يكونش فيها او ما تكونوش مليتوا يعني او زهقتوا منها تمام، لكن هو ده الشغل الطبيعي بتاعنا، بناخد الوقت بالشكل ده كده. فاتمنى لكم جميعا تكون استفاده كويسه. طب الحمد لله يا باشمهندس محمد، الله يبارك لك يا رب. كده ان شاء الله باذنك يا رب المحاضره الجايه هنحط السبوتات، وابتدي احط بقى شروطات الكاميرات والاضاءه تمام، والماتيريال هم دول اللي فاضلين، والرندر يعني فاضلين ان شاء الله بندين اثنين. انا لسه عندنا تلفزيون، وفكروني الله يبارك لكم، تلفزيون وسبوتات، فنبتدي نحط الاضاءه بتاعتنا والماتيريال والرندر. خلاص يعني احنا كده خلاص يعتبر الجزء الاطول في الشغل اللي الفرش واختيار الفرش. طبعا عموما خد بالك اختيار الفرش ده عموما بيبقى صعب عامه، يعني انت اصلا حتى في الواقع اختيار الفرش تقعد تلف في معارض كتير وتاخد وقت كبير قوي، فيمكن اكتر حاجه عندنا اختيار الفرش عندنا بيبقى هو اكتر حاجه في الشغل بتاعنا بياخد مننا وقت. ان شاء الله الماتيريال والباقي هيبقى ان شاء الله حاجات بسيطه باذن الله. على العموم شكرا لكم جميعا، واترككم في رعايه الله وامنه، ولقاكم على خير باذن الله المحاضره القادمه بعد بكره يوم الاربعاء ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.